إخوتي إخوتني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في هذا المباشر المبشر. فهي تبكي، أي تضرب أي تضرب. إذن إخوتي إخوتني، إخوتتي و... ماذا جرى؟ تعالي يا بنزتي، تعالي واش تقولي لهم يواسيو؟ شوفوا تعلمت اللغه العربيه الجميله بيناس، واش تقولي لهم يواسيو؟ انا درك واش تقولي لهم؟ كيفاش واش يواسيو؟ هيا واش يواسيو؟ قولي لهم بيناس. لازم شويه ترجم باسكو غير كما تعلمت لغه الجنه. بيناس واش تقولي لهم يواسيو؟ فهميهم، قولي لهم بيناس، قولي لهم شي واسيو، قولي لهم. هيا زيدي لايكي، زيدي قولي لهم بيناس، زيدي قولي لهم لايكي قبل ما يطرطقونا، نطرطقهم قبل ان يطرطقونا. إخوتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم بيناس معي جميلات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد الصلاة والسلام على بشعور إن علت الله عليه وخزاه. وبعد الصلاة والسلام على بن غوريون إن علت الله عليه وخزاه. وبعد الصلاة والسلام على مومو الياس روكو سي فريدي أبو كيروطا البيدوفيلي نعلت الله عليه وخزاه. كولي يا بنزة، كولي يا بنزة كولي. أصلا شوف نبدأ بواحد هذا يا ألجيرينو تبهديلة يا ربك، هذا كومباتريوت، هذا وليد بلادك، هذا أوب بلوكي ديريكت هاب راح ذهب. لست ادري وين. نو جو ني با في طون تيكستو. شنو تيكستو هذا؟ تيكستو دونك عندك نيميرو تيليفون ديالي؟ ما جانيش تيكستو، مش عارف شكون انت. ديجا ياسمين انت دايما هنايا تقول لي سي كان راس بيناس، ما على بالكش دايما نقول سي ان بيشون. باباها بيشون، يمها كوكير انجلي. tu dors combien d'heures par jour؟ bah j'ai pas besoin de dormir. كي نموت نرقد ديفينيتيفمون. فاب فابيان شكون هو فابيان؟ سوفيان جيلو كومو فاتو دوبوي لا ديرنيير فوا؟ ما شكون سوفيان هذا؟ مي هي هي والله سبحان الله والنعم كاول فيكم. لا عطلوني انا، هي تو الموند مي كوني، انا جو كوني با يا خو. بلوكيني اكتب كاش عفسه هكذا لن تناسب نبلوكيك. جاو صحاب لا بيبليسيتي دبليو دبليو سيكسي. كي تجيو صحاب لا بيبليسيتي عندك سك الكونت تاعك راه مستبرتخ. اي دادا فوالا تو سويت. لا يكوني اي دادا تاع ما نبلوكيكش، نخليك باش تسمع باسكو انت ما قدرتش
ما قدرتش، ايه ما قدرتش نبلوك، نخلي لك غير باش نخليك تكمل تسمع ما لا يرضيك. اي دادا هوب اكتيفي لو مود مي، فوالا ما تجيش تكتب تسمع برك، باسكو انت ما اضرب دورة للجزائر، ممنوع عليا بلادي، انا على بها راني هنا، بلادي ممنوع عليا. قسنطيني ديجا عندي سؤال وتسحب يقول دوموندي، اروح تهضر ما كاش مشكل، اللي يناقش واللي يهضر كاع نهضر معاه، هنا ما عندي حتى مشكل، راني مع الناس. السلام عليكم اجيلو. السلامة يا نيس. اجيلو باغي نسقسيك اجيلو، هذاك الكانيش اللي عندك، الكانيش هذاك، الكانيش هذاك اشحال شريتو اجيلو؟ اشحال شريتو؟ ما شريتش انا الحيوانات، ما شريتش انا الحيوانات. ولا بغيت نشري واحد كيما هذاك؟ ما تشريش. 3000 ولا 2000؟ ما تشريش، ما تشري حيوان تساعد في لا كونتروبون تاع لي زانيمو، فو با شتي. الصون تاعك يا نيس، عندك ان صون مرنك، اسمع عندك نقول لك دوك نهضر معاك. الصون تاعك يا نيس، عندك ان صون. عمرك ما تشري حيوان، عمرك ولا تشري حيوان راك تساعد في لا كونتربون تاع الحيوانات، تجارة الحيوانات اللي اللي فون فواياج جينيرالمون يجيبوهم من لوروب دو ليست، لا روماني، و يجيبوهم دون دي كونديسيون. فوالا يبزنسو بيهم، دونك فو جامي اشتي ان انيمال، يفو لو كونسيديري كوم ان اتر فيفون، سي ان اتر فيفون كاو كي البشر. جيلو إل إي فرطاس، وي فرطاس. غوريا أزول جيلو، أزول. زول شالوم، أنا عيط لك باسكو بون نحب واش ديريتو باش نعطيك أن بويم تاع معتوب لو الناس الله يرحمه. أوكي. إذا بغيت، إذا ما بغيتش نبلع فمي. لا جامي. إذا كان ديني غوال سلد غسيل أسلد أزكا، ما درك من دكسن أقمص ماركسد، ما هذا الكوميسار ما يبدد أثقى بلاص، لقد ميزري غا عنقوذي ويصفى. ذي الحيفي دي تبين ورقاز، ذي الحيفي وين يصبرني لاز. ذي الديقي دي تبان كل شيء. إقراغ دوول نتمغزاز، نكلال عكاز، نشبل من داخل الكوري، مازال نتبرز افقر عنت الياز، اما كناش ما كوري غري. دي الحيفي دي تسبين ورقاز. تان ميرسي كان جيلو. تان ميرسي. تاريان كومبري، تاريان في جي. نو. مالوز. هذا وعر هذا. قال لك لو كان يبكي عنده الروح السروال، ماشي بزاف الرجال اللي يلبسوه، يزدف السروال. والله غير ينحي حناكو. ايا تنمير فيك، تنمير يا كوريا. ا بيانتو، تحياتي لناس بجايه وضواحيها، على بالي بلي يشوفوني بزاف. اك لالجيري، اسكو لالجيري تو مانك جيلو، تو مانك ماشي تو مانك. ايه سا بيان سور، الجزائر ما نصبرش، واحد ما يصبر على الجزائر. بيان سور، مي عندنا حكم خبيث، حكم بيناس. كاسكو تو شيرش؟ جو باسكو يا لي كابل، يا لا ميلتي بريز. C'est quoi? T'as oublié quelque chose? Non, Manuela. Manuela Lucini. Non, Manuela. Non, giuato. Non, giuato. Pourquoi tu es interdit?
الوغ هنايا انتهاك ازدراء الاديان، تهمه ازدراء الاديان، انتهاك الى رئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه، و ضرار للجيش الوطني الشعبي. أنا ثلاث تهم خطيره. وانا شاني نواسي، راني دافع على بلادي ولاد بلادي، هذاك ما كان سيتو. هل عندك موندا داري؟ ما عنديش موندا داري انا. تي كخوا او ديو اي لو بروفيت؟ بيان سور. باش نقول لكم، ما عنديش بزاف من اللي خرجنا الله سبحانه عز وجل، كنت معاه ومع الرسول. رحنا البوطة، البوطة في النار. رحنا شطحنا مع الله، مع الله سبحانه عز وجل والرسول معنا. ما ضمات الا هنايا، تاع حرية ديناهم. أصحاب الجنة قاع يريقوا هكذا، وأنا والله ومحمد نشطحوا منه منه، أقسم بالله، أقسم بالله، هذا وين حبط؟ مدنية أحمد، مدنية أحمد، فوالا، أب، أب، شوف، أب، 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 إيلي لا إيلي با لا، فوالا. دونك شطحنا زهينا بيان كل واحد دا مضمة، نقول لكم صح صح. بعد بون خبطها شوية الله دي زربع برك الله شغل قلقني هذا هذاك. من بعد جا الفيدر تاع النار هنا الديسكوتيك، قال لي قول له احترم نفسه. قلت له محترم، قلت له هذا والله. قال لي من الله، الله انا ما كاش الله، انا في جهنم، انا الشيكور تاع جهنم هو ابليس. قلت له اسمح له اسمح له، قلت له هذا يبدأ ماشي مرف بالشراب هذا تاع النار، مرف هو بالوديان تاع الخمر تاع الروج برك، وضرب فودكا وخلطها خلطها بارت. الله خرج متندن بعد حكته، قلت له ما داش تربب علينا تبهدلنا هكذا، ما تجيش خرج ربك والله. انا قلت له هكذا ما تجيش خرج ربك، هيا ربب هيا روح للبيرو تاعك، عنده بيرو في الجنه. او بون الرسول قاعد مريح صافا مشعشع هكذا غير يضحك هكذا. قلت له انت ثاني ربما مع خلينا من واش تحب. هبلوني خرجنا عندنا بزاف ما شفناش النار، ديتهم ها دوك حبط انا هنا مي خليتهم هما راقدين بركاتك هما دابا راك بعد مولاه. ازول سوكا نو اي دونت بلاي، ولا نطلعوا واحد نضحكوا شويه. يتيرا عمك جيتي لا تجيلو بركة بركة بركة. وين كنت؟ وين مريح؟ وين كنت مريح؟ جيلو سي كوا طون بلا بريفيري؟ اجوني بليزيور انا. الشخشوخة تاع البساكرة تاع الطفر، يقول لها شخشوخة تاع الطفر. يا ربك مع اللحم وبراها راني جعت، علاش تهضر مع الماكلة هذا؟ تعطيها بلا صوص هكذايا يا ربك. على طلع الشيطان الكسكس. الكسكس داكور اوكي فابيان، جو فيان دو ريسيفوار طون ميساج. Fabien, je viens de recevoir ton message. انا جزائري وافتخر. فاش تفتخر؟ تفتخر بلاد راهي في كارثه. انا جزائري ولن افتخر بالجزائر حاليا. نور ستاجن با، نحب كوسكوس، نحب جاري فريك بلا غالات بالكسرة. سلومة ناو رفيزي
grillade sardine, poisson. Non, mais s'il y a du poisson, qu'un chouchoura, ou la qu'un couscous, ou la tlit, Dubara. Je suis en France, oui. Tli بالبن والبيض غلي. نو البن خير خليه ما كان له. البن بدقل التنور، البن بدقل التنور بي اسمع، راح تخرجوا ربي درك تروح للبربس، روح نحوس نشري هاد العفايس كاع. بوز اللوف يا دين ربك، تيكر بابين جنبه. افتخر بالعروبة والإسلام. ايه افتخر. لوبيا بالبوز اللوف ولا لوبيا بالكرعين يا ربك، غير كيما كليتها قرمية وسط اللوبيا بالكرعين. 3 جور وانا ناكل فيها 3 جور. Tu t'imagines 3 jours le même plat, toujours avec plaisir. Bla galette. العصبان يا ربك العصبان. اسمع يا صفيان، عندك مبلوكي يا ربك، هاني دوك راح نغلق ونخرج، خلينا خلاص حبسوا، ما تهضروش على الماكلة يا ربك. لا سيريو سيريو، خلينا ما نسمع. تحية فلسطين الشهداء، وتحية عايشين غير من الموت شهداء. جادور لو بور، جو نسي با، جو كوني با. يا كدك تاكل راسك. بوان فابل تاعي الماكلة، الماكلة ديالنا، الماكلة ديالنا، جو بريسيز، الماكلة ديالنا. راكلات نو جيم با تاع الكور، انا جيم با سيريوزمون. جيم با تاع الكور كاع، ما انا كي ناكل ناكل يا ربك لاصوص مرسول لحم هبر هكذا، هذا كي توسل هكذا بشوي ربك راح ما كل اسنانك هادي اون بليس تمضغو بشوي ربك يروح حنين ظريف ويجوزي والجوزي يا دين الرب. يا ولدي شدور با، انا مانيش نرقد، ما نرقدش ما نرقدش، ارقدوا انتوما برك. بيتزا كاري يا لطيف، طعم بالفول. نو سام دي ريان، طعم بالفول. انا قلت لكم شوف طعم صوص روج انيو بي والمسفوف يجي. نو نو سام مسفوف محاجب. انا قلت لكم شخشوخة، شخشوخة شخشوخة تاع بسكرة حارة هذيك. دلع بالطون ولا لا بيناز، خلينا نهضروا على الماكلة الجنتية مش نكراش يا دين ربي. عيش حار، عيش حار وي مي نو جو بريفير شخشوخة تاع بساكرة حارة هادي كون تات. بعد كوسكوس دوزيام بوزيسيون، بعد جاري فريك بالكسرة. جو سوي ان تخان دو فير لبراج. وراك وراكي ولا نظاف وراكي وين وين وش بلاد راكي نظاف. جون توغ با دين ربي، كي نموت هاو كي نموت هاو نرقد غانس.
الدين رانس يا ربك، لا شومبان بعيد يا ربك بعيد. طاجين حلو يا تيلو، نو هذاك يقهم تو سويت. طاجين حلو هذا يقهم يقهم. شتت حاجات يفندو؟ نو 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 نظاف والله تي ترو جونتي، والله والله غير تي ترو جونتي نظاف. هاي بعت لي ميساج قرمية ضحكتني. قرمية تعطيك واحد لي بيك مي كاع حقيقة يعني سي لا فيريتي. Ta chienne est gentille comme toi. Non, elle est plus gentille que moi. Puis là, j'en gagne, je crois que c'est carbac. Quand tu es à Akla. Oksemo, Bella. Aïe. Yadra. Qu'est-ce que tu me yadra? Attendez-vous au pire. أزول أزول تجيلو آه نو أزول. هاني هاني سلامات خير سلامات سلامات سلامات. كي تسمعوا أزول أعرفوا بلي صافا. كي تسمعوا غير شوفوا تسمعوا أسمع بلا ما كاش ميم السلام عليكم ما كاش. أسمع حبيت نسخصيك أعرف بلي راهي تزاكات ولا السلام عليكم ويسكت يستنى نعاود نرجع له أنا وعليكم السلام سينو ما يهضرش. لازم 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 تيلو صالي كيما يتي صالي هو سينو يكرهك. هاي ازوب ازوب شوفوا صحاب ازوب شوفوا صحاب ازوب ازوب هاي ازوب صافا 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 تجيلو صافا والله صافا. اش عقلت عليا؟ ما شفتش وين نشفع عليك. شكون انت؟ من انتم يا ربكم؟ انا والفوارس العضد الايجي انس انس بن محمد صاحب وصديق انس. جميل دابا دابا جميل واش واخا واش عرفتيني عرفتيني انس بن محمد عرفتي واحد اسمه انس بن محمد هذاك انس حاول. انس واخا واخا دابا عرفتك دابا عرفتك دابا عرفتك. كيف راك لاباس؟ وانت لاباس بخير الحمد لله. جميل جميل دابا واخا. هذا الكلب عندك دقيقه هذا الكلب عندك كيف دخل حزين كيفاش؟ كيفاش جميل. الكلب ديالك حزين ماله؟ لا ليس حزينا، فهذا دير هو طبعه. مغمض عيني وش مغمض عينيه؟ لا ليس مغمض عينيه. ها الشر شر شر اللي قال. مش مشكل كي داير هانيه بخير 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 بخير. مازال تطعن في الإسلام تجيله؟ لا حاجة 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 اش؟ حاجة حاجة واش لقيت الدليل على الله ولا باقي؟ الله كنت معاه درك والله. لا 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 ما تتمسخر لا اقسم بالله العلي العظيم كنا شطيح ورديح وسكر سكر وليت بالله في المضمات ولا تجيل تجيلو تجيلو اقسم بالله انا اتكلم معك حقا اقسم بالله كان معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله خابطينها مقلعين والله قعرها في السيونس حتى قريب الجاني الفيدر قال يشوف لنا ربه هذا يقتل الله قال لي ما علبش بربه هنا انا في النار والنار رب النار هو ابليس وابليس قال لك حوز ربه نقول لك نجي نخرجوا على جدنا ربه. هاي فوالا هاي روح سريع عندك انت تجيلو جميل راه ما باقي لك والو تموت اصاحبي راه ما باقي لك والو تموت واخا واخا دابا جميل الموت. وانت كتفكر غير في اللحظه راه ما كتفكرش في المستقبل اصاحبي راه المستقبل بعيد واخا واخا في هناك بزاف ديال الحوايج جميل جميل واخا. وانت خفتي من الموت؟ انت واش انا مؤنث ولا مذكر؟ انت ما درنا تقولوا لي انت انتينا ولا ما يجعل لا انتينا لا واحد الشمالين هما اللي يقولوا انتينا انتينا يقولوا بالضبط. انت اما لا انت خفتي من الموت؟ لا ما المسلم لا يخاف من الموت لانه يعلم انه يعني انت تطرطر من الموت ليش تخاف تطرطر. انت اللي خاصك تخاف من الموت انت اللي خاصك تخاف معلش انا نخاف علاش انا شوف شوف شوف, شوف اسمع انا اتحدى الموت اتحداها
وأتحدى الله وأتحدى الرسول وأتحدى القرآن وأتحدى كل شيء. قول مثل ما قلت أنا، هاي راح نشوف شكون يخاف. اسمع اقول لك اتجيل، اسمع من الذي يخاف، انت ام انا؟ ايمانويل كانت كان يقول وهل يستقيم ايمانويل كانت. اسمع ماذا قال ابن ترمية ابو هريرة الهرار مومو اليس ركوسي فريدي؟ طرح لي الكانت. راك اسمع 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 اسمع، انت جاهل. واخا صافي 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 صافي، تهبط. واخا 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 تهبط جميل. هي كلمة. تفضلي تفضلي. أقول لك بما أنني دارس للفلسفة الغربية تجيلو ودارس للفلسفة الإسلامية، فيحق لي أن أقول لك أن علماء المسلمين لن يصل إليهم أي مفكر. صافي. جهابدة نوابغ. جميل. جميل. أنا قريت لحقاش الردود اللي كنت كنقرأ الفلاسفة الغربيين، لا جون جاك روسو، لا إيمانويل كانت، لا ديكارت، إلى ماركس. صح صح صح. الفلاسفة أقول لك أسمعني. ما تقولش أهبط أهبط وقول أهبط وقول. دب جميل. البادية قال جيلو توي مال سا سوا تون كور اي نوار دو هان، مي على فوت تاعي أنا. اسمع يا البادية اسمع البادية ماذا قال الله. الله لفظ تاع دين ربك هذا، يا هو اللي كحل قلبي. اسمع، ما تعرفش ما بقى دينك دين ربي؟ ما تعرفش هاي سورة البقرة ماذا يقول الله؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون. أو قال لك أنا ما نامنش، قال لك تنذر ولا ما تنذر؟ ما نامنش. ويقول لك علاش؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشوة ولهم عذاب عظيم. ها والله قال لك دار له غشوة، غشوة يعني كحل لي قلبي، عمالي عينيا وطرشني. ها والله تاعك لي قال هكذا لافوت تاعي، مشي لافوت تاعي. كيفاش جاي اسلام سيرابي؟ قول الله هذا تاعك، الله تاعك، كون جا ناس ملاح ما يقولكش درت لهم غطيت لهم غشوه. يقول لك كيفاش يقول لك؟ انا كنت جيت في بلاصه الله، تقول الله الله جميل ويحب الجمال ويحب الناس ملاح، واش نقول لك؟ انا في مكان الله الصوره هذه يقول لك الله خفف على قلوبهم نورهم فتح عينيهم وأذنيهم لكي يأمنون بي وأديهم نديهم إلى الجنة خالدون. لا الله تاعك فيولون كريمينال، الله تاعك الله تاعك قال لك هادو زلت كحلت له قلبه. أنا كحلت له، خيرني وحدي، أنا كنت نعمل بها، أقسم بالله أنا كي زدت أنا في محيط مسلم بعد الله الدرجة هذا خيرني أنا. وقال لك كحل لي قلبي وعماني لافوت تاعي. اسكو سيد ما فوت؟ نو، سورة البقرة روحوا قراو وفهموا سورة البقرة. ما فهمتوا سورة البقرة عندكم التفاسير، روحوا قراو بأن الغلطة راهي من عند الله، ولا أنا كافر، الغلطة من عند الله. جميلة سورة البقرة، جميلة دي كيفي فيان بارلي البدية. روح قل لله او سكران ميت مور، انا مو اكتب اني نحضره منه ودرت لايت. هاو راقد اصهرنا في الديسكوتاك في النار الليل كامل، احنا نجبدو خبط مشي مور بالفودكا والويسكي، وخلط الفودكا والويسكي وما في غير الوات تعرفش في الجنة، بس كنا ديتهم النار. قلت لهم نروح نشوفوا سي بشير إبليس، وبعد غادوا لحد سي باشي قال لي قول له يربب هذا الجنة تاعو هو والخدام ديالو هذاك محمد. وانا رحت الله قلت له قعرتها في السيونس منير طونار، قال لك يا خوتي العباد كيما هادو كثروا في الجزائر. سي نورمال سي نورمال، باسكو راكم معفسين عليهم وما كنتوش جايبين خبر، داروا لكم فكرة خبيثة في مخكم، ولاو ما يقدروا يشطحوا، ما يقدروا يشوفوا فيلم، ما يقدروا يتعاشقوا، ما يقدروا
بصح انتوما الحجابات راه معلقين في لي فوري في هكذا باش تفهموا. لازم تحل عينيك بربك ولا بلا ربك، لازم تحل عينيك. والغلطه ماشي منك، الغلطه ماشي منك، الحكم الخبيث اطراف المدرسه اطراف الشارع واش كيفاش يتكلموا. نحاولك لي سينما، نحاول كل شيء، ويبنيو لك في المساجد ويقولوا لك بالك ما تصليش ومن هنا ومن هنا، تحبط راسك وتطلع ترامك. انت كبرت في هذا الشيء، دوك لازم تفطن دين ربي. تفو عليك يا اخي، ما سبيتكش انا كونترا راني دوك تقول لي تفو عليك من على سنين ولا شهر ابقى تسمعني. الجاهل واحد اللي يامن بالجهل، واحد يامن برب ورسول وكتابه وديزيستوار دو بالبراق والجنون والملائكه، هاو الجاهل هذا هو. احشم راك كبير، راك قد البغل. جاك برال الناس ملاح. جاك برال سلام جيلو. السلام يعني انت والله ما تحشم ما والو، كبير قد روحك فهمتني. يعني سبحان الله، يعني خلق الله وما يشاء كارثة عظمى. انت ما تحشم ما والو، والله ما تحشم. وان بالك تكملها هكا ابد، بكلب مطايش مريض كي الكلب، كيما الكلبات، الكلب خير منك. كون جيت راجل ما تحكيش هكا، تكون جيت راجل صح ما تحكيش هكا، احكم قدرك ليك واسكت فهمتني. الرجال ما يشك بالسبان وتطياح ومنه كبير سبان وطيح. كبير وجايح، يعني مشكل كبير وجايح. افتحوا لنا لي سينما والعشق. انت مرتك تشتي عليها، انت يا امك تشتي عليها سبحان الله. ما عندك شرف، ما عندك غيره، ما عندك حتى حاجه. يحشم شويه، دير قدر عمرك شويه. راك كبير ياك، راك كبير اقسم بالله، راك كبير. على الاقل دير قدر لعمرك هذاك، دير له شويه قدر، دير شويه قدر للناس اللي مازالت شويه محترمه. ما مدير قدر ما والو. قول غدوه كيما تحط في قبرك كيف راح دير. واش قودك انت؟ واش قودني؟ احشم، كون محترم على الاقل. تداو الحريه والاحترام والاخلاق ومنا وحنا تجبد لي فيه، تجبد لي فيه اختي انت زير. واسمع كون في حاله يا هيجي يجبد لك، ما يعرفنيش ولد وانا ما نعرفوش، ما هضرتش عليه كاع ما نعرفوش. هيجي يهضر لي، تعرف يما انت، تعرف اختي، تعرف زوجتي، تعرف ما تعرف والو. واش دخل، واش قود ربك يا اخي؟ الرب تاعك قوي عن كل شيء، راك تدافع عليه. هاو راح تربى. اسمع لي كيما هذا غير ما كان له تطلعوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام على من يتبع الهدى. أهلا. أنا ما نسب ما نطيح، نتكلم معك نقاش محترم. يعني راك لاحظت باللي هذا المسلم اللي طلع يطيح وما عندوش نقاش. دقيقة جاوبني يا سيدي. تفضل. راك يعني حبيت تقول هذا اللي طلع المسلم درك اللي طلع ما عندوش نقاش محترم و زوفريك وفويو ياك كل انسان. هذا واش حبيت تقول؟ لا قلت لي انا نهضر معاك بنقاش محترم، علاش تقول لي هكذا؟ سي كل لاحظت باللي المسلم اللي قبلك نقاش محترم. هذا انا تكلمت على نفسي، قلت لك نتناقش معك نقاش محترم. وعلاش قلت لي نقاش محترم؟ علاش؟ انا تكلمت على نفسي، قلت لك نتناقش معك نقاش محترم. علاش قلت لي نقاش محترم؟ لماذا؟ هذه لا باليس نون لي با دي ميو اللي تي في فون دو مينوت افون سا مور. طلب منك ممكن نتناقش معك نقاش محترم؟ طلب ممكن نتناقش معك نقاش محترم؟ لماذا هذا السؤال؟
هذا السؤال او جاي راهو جاي لا من حدث درت انا ما نحبش انسان يسبني ولا يكفر عليا لاني انا ما نسبش وما نكفرش. واش رايك في التصرف تاع المسلم اللي قبلك؟ ما عندهم هذه بين كفين وانا ما نقدرش ناجي الناس ربي يسهل بين كفين. المسلم يخبي على اخيه المسلم. لا ما يخبيش على هل عنده اخلاق؟ هل عنده اخلاق هذا؟ بينك وبينه ما ندخلش فيه. ما ندخلش فيه. انا يا اخي سمعت 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 يا استاذ انا عندي سؤال واحد، انت تقول باللي ما راكش مؤمن بالله وماكش مؤمن بالنبي وماكش مؤمن بالقران، وهذا من حقك مشكلتك. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، من شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر. لكن تجاوزت علاش؟ علاش راك تتجاوز على القران وعلى النبي وعلى راك تعتدي على معتقد انسان اخر، راك تستفز في الناس كانك تهين في الكرامه تاعهم. هم يعتقدوا هذا الشيء، نحن نعتقد ان النبي عليه الصلاه والسلام نبي، نعتقد ان البراق هي دابه من دواب الجنه ربي نزلها للاسراء والمعراج، ونعتقد ان الله موجود. فاذا انت تجي تسخر من هذا الشيء فانت تسخر منا، يعني تستفز فينا وتطيح قيمتنا، وهذا يطيح من قيمتك انت. ممكن تفتح نقاش محترم وتقول انا لا اؤمن بهذا، ممكن تناقشوني في هذا الموضوع لكن بدون سخريه وبدون استهزاء. انت الان اللي راك ماكش محترم مع المسلمين، راك تهاجم فيهم بطريقه استفزازيه. قبل ما تدين غيرك باللي قله الاخلاق وقله التربيه، راقب نفسك وكما يقول لك كونترولي لي بارول تاعك، ما تتهجمش على ديانات اخرين حتى لو كان بودي يعبد بقره. مش من حقك تروح تسب وتهين له كرامته. هذا مسلم ويهضر هكذا يا هذا مسلم ويهضر هكذا. اسمع اسمع شوف شوف الكلام اللي قلته لي درك، الكلام اللي قلته لي انا نعاود نطبقوا عليك. انا على بالك كي تهضر كي تقول لي كاين الله والرسول والبراق والجن والملائكه، راك تستفز بعقل البشر وانا بشر، راك تستفز بعقلي. فهمت؟ ممكن نتناقشوا نقاش علمي لكن بدون سب وشتم واستهزاء. يا اخويا في القران، في القران اسمح لي اسمح لي اسمح لي في القران عتل بعد ذلك زنيم، هل تعرف ما معنى هذه الايه هذه؟ واش قلت؟ عتل بعد ذلك زنيم، هذه في سوره القلم 13 واخر عتل زنيم، تعرف ما معنى زنيم؟ ما نعرفهاش، فسرها لي. نفسرها لك، انا نفسرها لك وروح شوف. يعني وليد القاء، الله الله يتهم عباده بولاد القاء، يعني دي بطر. لا 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 مشي مشي تفسيري يا خويا. شوف شوف اسمح لي اسمح لي اسمح لي يا خويا. دوك شوف انت انت مسلم سني ولا؟ اسمح لي يا استاذ. زنيم عتلي ثم زنيم، هذه زنيم هي الانسان الذي يثير الفتنه ويثير القلاقل بين الناس ويكون اصله غير ثابت، لكن مش وليد القاتل. لا لا, لا 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 سي ان بطار، سي ان بطار قولها الكونفرنسي، سي ان بطار. فوالا هذا تفسيرك انت، هذا تفسيرك انت، لكن احنا ما وصلناش لهذه النقطه. يعني احنا وصلنا في قضيه طرح الافكار. من حقك انك تكفر، ما تامنش بالله، ماكش الوحيد فوق الارض موش مؤمن برب العالمين ولا بالانبياء ولا بالرسل، من حقك تكون موحد، هذه مشكلتك الخاصه. لكن بدون تهجم وتهكم على معتقدات الاخرين، يعني على الاقل خلي النقاش حوار مؤدب محترم علمي، بدل من يكون وهذاك فيه والنبي فيه والقران فيه وربي فيه. علاش تستفز في الناس بهذه الطريقه؟ انا هل 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 الله هذا يا الله هذا ملكك؟ بارك الله فيك يا اخي من فضلك. اسمع هل الله 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 هذا ملكك؟ بعد ذلك سليم على قرار إيه؟ انت على حسيت بالذنب، على حسيت حطيت نفسك في هذاك الكا، على ياك ياك شوف شوف انا ما نحبش واحد ايبوكريت منافق. انت راك منافق لان قلت لي انا ما على باليش وانت على بالك. الله يبارك فيك. عدت من بعد ذلك زنيم، على بالك واش معناتها؟ زيد قول لي اصوات الحمير كان انا انكر الاصوات اللي خنازير خنازير قردة هادو كاع هادو كاع، هل هادو شتم في القران؟ هادو هل هادو شتم؟ ما هم شتم هادو انت بالنسبه لي ما هم شتم. اذا اذا استطيع ان اقول رسول الله زنيم ليس شتم، الله زنيم. باش يكون زنيم
الله لديه صوت القرد، الرسول محمد صوته كصوت القردة لا والخنازير. عقلي ماشي سبا. لا هو هل هذا شتم أم لا؟ دين لي كيما أنت، روح الله يلعنك، لعنة الله عليك. وراح وراح ما يقدروش يناقشوا. كيفاش تجي تدافع على رب؟ فهمني فهمني، الله قادر على كل شيء، الله كون فيكون. ما راكش شوف الله تاعك معطوب، هذا لا تدافع عليه، عنده جنو خارج منا، عنده برا خارج منا، ما راكش تشوف فيها، ما راكش تلاحظ فيها، تجي تدافع عليه. يغيظك الحال على تفاهة. مانيش نهضر عليك، انت امن بالله من حقك، عندك فكرة، فكرة هي الاسلام، انا وكافح الاسلام، مانيش نهضر عليك. انت المسلم عنده الحق يكون مسلم، يعني نعاود لكم، المسلم عنده الحق يكون مسلم، المسلم عنده الحق يامن بالبراق يامن بالجنون، عنده الحق، من حقه، من حقك. هذا صيان ضروة أبسولي، وانا ندفع لك على حقك باش تامن بهالتفاهات، لان انت حاب تامن بيه بصرت راحتك في هالتفاهات. راح نقول لك لا 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 لا، انا ندافع عليك باش تامن بهالتفاهات، باسكو يساعدوك هالتفاهات، انا ما يساعدونيش، وانت تحتمهم عليا المشكل. انتوما راكم تحتموا كما قال لك الاخر، كاين بزاف كيما جيلو في الجزائر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كاين بزاف ونكملوا في هذا التنوير هذايا، ما فيش مشكل، ولكن انتوما راكم تحتموا عليا تفاهات، انا ما نحتمش عليك. شوف انا نقول لك، انا نقبلك بك بدينك، وشنو؟ يا ايها الذين امنوا اخذوا دين ربنا خلونا نعيشوا، بسيط. واللي دافع على ربه، وانا نقول لكم غير بدلوا الرب. السلام عليكم. انت اولا قبل الله، والله يا صراحه كما قال الاخ، انت تسيء لمقدساتنا وتسبهم، ولا تريد من يسبك. ثانيا لا لا لا, لا, لا اسمح لي اسمح لي، مقدساتي انا هو العقل السليم في جسم العقل السليم. العقل انت العقل. انت انت كي تقول لي، كي تقول لي اننا من برب ورسول والرساله، راك تسب في عقلي. ما انا ما جيتش تهجم عليك، اسمعني 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 اسمعني، لا اشكال. اقسام العقل، اقسام العقل كما هي معروفه ثلاثه، الواجب والممكن والمستحيل. كل ما ذكره القران يتعلق بالممكنات عقلا، ولا يتعلق بالمستحيلات عقلا. ثانيا الله عز وجل واجب عقلا، لان بانتفائه سيحدث لدينا تناقض، هو انك انت من اين اتيت؟ من خلقك؟ من اوجدك بكونك انت ممكن؟ انا ساعلمك في مجال المعقولات وسادرسك احكام العقل. تعلمني. ايه انا تعلمني. مزيان، علم علم، روح علم لتحت. وليد البارح يجي يعلمني انا. تفاهة يا ربك، انا من عشر الرب تاعك ما نسبكش انا. هنا نهضر على فكرة، والفكرة الفكرة تناقش. شحال من مسلم خرج من دين الاسلام، دونك كانت عنده فكرة وبدل الفكرة، هو من حقه. وشحال من مسيحي دخل دين الاسلام، كانت عنده فكرة وبدل الفكرة، هو من حقه. اهلا ديزاد ديزناف. حبيت نسقسيك، واش من ديانة انت عندك؟ لورانانية. واش تقول هذه لورانانية؟ واش يقول دي؟ ما تقدرش تعرفها، مستحيل عليك. قول لي انا، عجبتني 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 في الهضره تاعك، عجبتني، حبيت نعرف الدين تاعك. هذا انا ندخلوا معاك خويا، انا كرهنا من هذا اللي تحوز عليها. صح، رون رون هو رب الربوب، رون رون هو رب الربوب، الرب ما كاش فوقه، ما يهضر، ما تشوفه، ما تسمعه، ما والو. ولكن اذا كيف تامن بيه؟ دقيقه هي، اصبر، ما تقلقش، اصبر، ما انا مانيش، ما عندي، ما عنديش الديانات هذو اللي جابوهم هذو، كيما المسيحيه، الاسلام، واليهوديه، ولا الهندوسيه، ما عندهاش علاقه كاع. رون رون هو اللي اختار عباده. انا مثلا واحد الخطرة كنت ماشي في لي شونزيليزي، طالع ورايح فير لار دو تريونف باش ندور في لارو اوساي، لافون ديرنيير رو تاع لي شونزيليزي.
حسيت بقوة عظيمة رفدتني هكذا، طلعت بديت نطلع 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 على بالك. أنا قلت الأكسجين كيفاه وشنو هذا يطلعني وكيف صح ريسبيري. إيه با شوف طلعت واحد سرعة فائقة، ما صار لي والو، قاعد غير نشوف ما نسمع والو. طلعت 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 حتى الأرض وليت نشوف فيها مدورة، والشمس نشوف فينيس جوبيتر إيرانيوس، على بالك ما فهمت والو. أنا قلت مت، قلت مت وبالك راني ما. حتى جاني صوت قال لي صحة جيلو. قلت له صحة شكون ده وراك؟ قال لي مازال ما تعرفنيش. تنقول شكون أنا؟ أنا رب الربوب رون رون. إيه قلت له كيف فهمني شنو رون رون؟ هذا نعرف الموتور يواسي لو شا يرون رون. قال لي أنا اخترتك وطلعتك وانت هو الأول اللي طلعت. قال لي حل عينك تقول الأسرار اللي راح نقولهم لك. بصح ما نقولهم لكش أسرار، مي قال لي تقدر تقول واش صار لك درك. قال لي عاود احبط، قال لي من نقول لك حاجة تقدر تقولها، أنا اللي نخير عبادي مش هما اللي خيروني. وانا مرتم يا خويا أنا رون رون وكاع هادو الأديان هادو. واش دير رون رون؟ كيفاش تصلي له؟ كيفاش تعبدوا؟ كيفاش ما كاش؟ طيب ما نقدرش نقول لك طريقة العبادة. ما كاش عبادة، ما كاش. أنا كنت أنت تبالي كيت شخشوخة ولا حاجة حارة هالكاتك بيت تضرط، سمعت طر 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 هذيك وكذا تصبحت تقول أنني طلعت وهبطت. أقسم برون رون رب الربوب غير أنا نهضر معاك بصراحة وبدون على بالك. دوك قداش من واحد راه يشوف فينا؟ دوك شحال من واحد؟ واحد 300 يعني الزحي ما تحشمش 300 واحد يتفرجوا فيك تهضر في هضره تاع دراري صغار. انا نهضر في هضره، شكون اللي يهضر انت ولا انا؟ انت تامن بربه ورسول ونبوه انت تهضر في هضره تاع دراري صغار. طلعت صغار جديد وطلعت وطلعت في لي شونزيليزي وطلعت للسما وطرطر. ما كان معك كاش طرطر؟ ما كان. شوف انا حكيتك حكايتي ها وصرالي. انت ما تقدرش تامن، ما تعرفش، انت من الجهال ما تعرفش. لا لا نامنك، لا لا نامنك نامنك الله غير نامنك نامنك. تدني تحب تعيريك هتولي تشوف كلش كيفا. وانت انت كيفاش تامن بالله هدايا وبالرسول وبالبراق وبالجنون والملائكه؟ شكون قال لك انا امن؟ ما لكش بعد على بعضنا في الايمان الربوب. شكون قال لك بلي امن انا؟ وشكون قال لك انا ما قلتلكش نامن؟ انا كش ما قلت لك نامن؟ مانيش عارف بزاف ما هضرتش معاك. قلت لي كي تهضر هكذايا في الاسلام راك تنتهك. ما قلتلكش على الاسلام، انا مانيش مسلم. شكون قال لك انا الاسلام؟ ما هضرتش الاسلام. انا حبيت نعرف الديانه تاعك انت كيفاش. انت تجي تقول لواحد مسلم باللي كيفاش تامن في الرسول هذا وتامن في الحوايج، وانت راك جايب لنا حوايج واحده اخرى كيفاش تحب الناس يامنوا؟ انت قلت لي، انت قلت لي انا ما نامنكش. انا قلت لك كيفاش تامن هذوك تاع اللي جابوا رساله وما تامنيش؟ لا امنتش انا، مانيش مسلم. انا مانيش مسلم. واش تكون؟ واش تكون؟ ما عنديش حتى ديانه. انا كافر بالله، ماني عندي حتى ديانه. نحوس نعرف الديانه اللي تكون مليحه نخش فيها. ان علت الله على المنافقين، وان علت الله على الكفار، وان علت الله على المسلمين اللي يقول لك انا ما عنديش دين منافقين. قل امين باسكو انت ما انت ما عندكش دين ولا ما عندي. قل امين. ما قدرتش، ما لقيتش واش تهضر والله. ما لقيت ما تهضر. ها فرطاس، ها جا فرطاس. فرطاس صباح الخير. هذا كافر، هذا كافر، هذا معنا، هذا كافر. كافر. ما نشوف الخير. قالك ما نشوف بطر. انا ما نامنش بطر. انا قلت لك مانيش مؤمن. انت كافر، انت كافر. هذا هو الصح، هذا هو الصح. صح كي كافر. ان على طلع الكفار مالا. لا على طلع عليك ان شاء الله تروح جهنم ما تخلد. انت كافر. لا لا ان شاء الله تخلد يا كافر. انا مؤمن. انت كافر ولا مؤمن؟ انا كافر كيما انت.
انا كافر، انا مؤمن، انا عندي رون، انا كافر ولا يطلع علينا مين؟ واحد مسلم، واحد مؤمن، واحد كافر، واحد لا 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 متفاهمين، احنا متعايشين. انا رون ما يديرونجينيش، رون ما يديرونجينيش، الله يديرونجيني، والله ما يديرونجينيش. فاه يديرونجيك الله وفاه ما يديرونجيك شرورو رورو والله عنده شريعة. شوف رورو ما عندوش شريعة. انت انت نورمالمون نورمالمون راك جد، انت انت راك جد راك فايت انت كافر. اسمع انت كافر، انت ماشي مسلم وتهضر تاع ولاد صغار. اسمع انت ماشي مسلم، ما عندكش حق تهضر، ما تهضرش انت راك ماشي مسلم، ما تهضرش رورو. على ما نهضرش انا نهضر، انا ماشي مسلم، تمشي يا ولدي مسلم، ما تهضرش عطشو السبان هذا. شكون يجي يسب جيلو؟ شكون اللي عنده الحق يجي يسب جيلو غير المسلم؟ انت ماشي مسلم بلع، اوكي بلع، ماكش مسلم، راك كافر. دونك تي فير مسلم، انت اللي تي فير طاغر، انت اللي مسلم. نهار تولي، نهار تولي مسلم اروح اروح تسب، تهضر بالفرنسي طحاني خي، هما يغيروا هما يصحوا كيما بن بلعيد. اسمع كيما بن بلعيد، انا نهضر فرنسي كيما العربي بن مهدي. العربي بالمهدي راجل عليك، العربي بالمهدي هضر بالفرنسي باهي، راجل عليك سورتو، راجل عليك، راجل عليك سورتو، سورتو انت سورتو انت جيتو كليتو الخبز زوج بطاطا وعندك شويه فرماج والاخر وليت تبلع. اسمع غرت مني كيما غرت مني كي نهضر فرنسي، ما تعرفش تهضر فرنسي، ما تعرفش انتوما انت ولد حركي. اسمع ما تعرفش تهضر، ما تعرفش تهضر ومعقد من الفرنسيه. وانا باين بلي انتوما ولاد حركه وتبعوا في فرنسا، تبعوا فيها الفروح. اسمع الى ما تعرفش تهضر فرنسي تعلم، تعلم اوليو تقول لي تهضر فرنسي طحان، روح تعلم، روح تعلم فرنسيه، روح تعلم مليحه مليحه الفرنسيه. انا عندي لغتي نهضرها بزاف عليا، لغتي عندك بزاف شكوبي عليا. عندك هذيك ماشي لغتك، عندك شكوبي، كان جات لغتك معليش. انا مانيش ولد حركي انا. واه واه ربي والكلاب وربي والحلوف وكعبك ماشي بالحجر. هذاك الراس، هذاك الراس تاعك يمسح بالحجر، يمسح بالحجر. وصاحبو تالمون كافي كيما نتايا، جاب له راو تاتو حمار، جاب له خريا تاع حمار. ايوا الرسول بالحجر، الرسول بالحجره، بالحجره الرسول. وعطاو والله ولاد حركه، انتوما ولاد حركه، هاي وجعتكم كي راهي العرب حاكمين الجزائر وانتوما كذلك. انت راك متالم، انت يلزمك دو دي بران دورك، انت راك متالم، راك تحسها في في جوج. ايوا انت لك تتالم، انت لك تتالم، حنا العرب زينكم لاجيري فينا. ديجا روح شوف، ديجا ادخل في الاسلام. طيب صافي راك حنا العرب ديناكم الجزائري، وقالك راكم غادكم الحال يسمى. شوف ويقول لك حنا حركه على بالو يعني جا سرق البلاد. شوف شوف عطاي عطاي انجيل، ويقول لك حنا حركه. شكون الحركي؟ انت ولا انا؟ انت اللي تقول انت عربي، انت الحركي. مراكش انا ندافع على دين رب البلاد هذه والارض هذه. وشوف بربك ولا بلا ربك؟ ما انا ساكتين بربك ولا بلا ربك، ما انا ساكتين على الارض هذه. ولا جدودنا كانوا رخاص وحبطوا السروال، هاو درك خلاص هذا التمسخير هذا. بلا ربكم غير الجزائر تعاود تولي جزائريه، كل واحد عنده حقه، وانت انت تقدر تعيش فيها، انت يا العربي يا الكعبه، يا الكعبه تقدر تعيش فيها، ايه تقدر نقبلوك حنا كي تعيش فيها. بوجيلو حبيت نقول حاجه، اي سونت ميم با كونت يا ربك. قبل ما طلع واحد، قبل ما طلع واحد باسكو سينو يشوش علينا، باسكو طلعوا لك ناس وقالوا لك علاش راك تسب المعتقدات تاعنا والمقدسات تاعنا، راك تهيننا، راك تستفزنا. سي نورمال نريبونديو لك، وسي نورمال نكونوا تاع عنف. وانت الجواب تاعك كان شباب، كان يقول انا نسب الله، والله هذا قوي وقادر، خلقني وخلقك وخلق 200 مليار مجرة، الكون هذا عظيم هو اللي خلقه، كيفاش تتجرأ انت تدافع عليه؟ الا ترى انك كي تجي انت تدافع عليه راك تكونفيرمي بليك الله عاطل ما يقدرش يبوجي؟ الا ترى هذا؟ ماكش تشوفه، ماكش تحس به، ماكش تحس بليك انت تزعف كي يجيله يسب الله؟ ما انت راك متناقض. انا كي نشوف واحد يحب يرمي روحهم مكاش ايموبل، وراني شاهد، انا جو سوي لو سول تيموان، راهو في السطح تاع كاش باطيلو وراح يرمي روحه، وعلى بالي بلي يموت. اشكون نروح ليه نقولوا يا رخيص يا شماته يا كلب علاش راك ترمي روحك؟ اشكون هذه الطريقه تاع واحد يامن بليك لو كان يطيح يموت؟ انا لو كان جيت مؤمن بليك جيلو لو كان يطيح يموت، نروح ليه نقولوا يا جيلو يا العزيز، انت هو الشباب، انت هو البوغوس تاع الدنيا،
كيفاش انا نشفى لك بيك نتايا، كنت فرحان ولا راك زعفان شويه ولا راك مقلق ولا راك حزين؟ شوف جيلو، اعطيني خمس، اعطيني دو سكوند، اعطيني دو سكوند نجيب لك تختوخه، نجيب لك تختوخه اللي جامي كليتها في حياتك، ونقصرو قهاوي صديق، نكون مليح معاك، نكون تري جونتي معاك، باسكو اني مو اني مامن باللي لو كان طيح تتقسم على 40 وتموت، وحاجه ماشي مليحه. انت يا راك تقول لجيلو بليك راك راح تدخل جهنم، لو كان جيت مامن بليك جيلو يدخل جهنم تهضر معاه غير بالعقليه، بصح باسكو انت رخيص كبير ومنافق وما تامنش بجهنم هذه كاع، وما تامنش بليك الله قادر وقوي وعزيز، ما تامنش، ما تامن. كان جيت تامنت كانت تكون عندك هضره واحده اخرى كاع، كنت ما تزعفش ما تقلقش وكونترير تخاف، ما عنده حتى ايمانه. هذه هي اكشي انا عباك جيت حشيها لنا لينا، احنا شوف قارينك بالداخل، عايشين معاك احنا، احنا على بالنا بلي طحان كبير، على بالنا نعرفوك كمسلم، جيت تقلق مع جيلو بصح كان تشوف الرشوه قدامك تسكت، تشوف بوليسي يحقر واحد تسكت، باسكو مرخص انت مرخص. كيفاش تعرفوا بلي مرخص؟ نعرفوا بلي مرخص كي نشوفوا بلادك، بلادك بلاد تاع الرخاص، ونخاش انت رخيص. وكيفاش نعرفوا بليك انت ماكش عايش مليح بدينك، ماكش عايش مليح باسكو تهرب من بلادك، تهرب تهرب تتشبك بالله اكبر، تلحق البلاد هذيك تسجد، وانت يا مرخص طلاب، انت طلاب، انت طلاب، كي تجي كي انت يا كي بوزي لك لا كيسيون علاش هربت من بلادك، تقول لهم كلش غير الاسلام ما تجبدوش، حنا وني لا باش نفكروك، نقولوا لك هربت من بلادك باسكو بلادك فيها الاسلام، باسكو انت تنساه. كي يطلع واحد يطيح يقلب الدنيا بطيح على جيلو، يجبد له يماه ويجبد له مرته ويجبد له اختو، تطلع انت تقول له انا ما نطيحش، انا جيت نتناقش معك، اوكي تو روكوني بلي صاحبك هذاك رخيص، لا لا جو روكوني با، انت ما انت رخيص تو سامبلومون، ما شوفتش كاع راسك. هذا التضامن بين المسلمين هذايا هو تضامن نفاقي، يعني ظالم او مظلوم، نورمالمون كي يكون ظالم تمنعه من الظلم. اكتب اكتب خلك هذا اخوك الصغير. ايه بيان سور، رانا هنا شوف، رانا هنا باش نجاوبوكم على في ناس، على في ناس، هذه في ناس، هذه اختي الصغيرة، اختي الصغيرة، اختي الصغيرة، في ناس اختي الصغيرة ما شاء الله، في ناس عظيمة. ماتنو اون اكسبليكي او جون بلي التقعاد بالدين تاعكم مشروع، في دينكم مشروع. انا عندي الدروه قنبر بالاله تاعك حتى حتى الكره، وعلاه؟ لانه منهج قراني، اسمعوا مليح يا المسلمين، راح نبين لكم بلي تقنبر بالاله تاعك وبمحمد وبالصحابه كله مشروع. كيفاش مشروع؟ بايه قرانيه، بايات قرانيه. اذا راك واجد اسمع معايا، اوكي. الصورة هي صورة الأنبياء. On va la prendre à partir من الآية 51. اقرأوا معايا وتعلموا باسكو ما تعرفوش دينكم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا من العالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قصاهم، قال لهم مش راكم تعبدوا، تعبدوا في الاصنام؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. قالوا له بليك حنايا نضنا لقينا والدينا يعبدوا هكذا، هذا هو الدين تاع والدينا، نتبعوا الدين تاع والدينا، واش حابنا نافونتيو؟ قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ راك تلعب كما راكم تقولوا لجيلو، راكم تقولوا له راك تلعب. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. اعطى لهم دين جديد. وتالله لاكيدن اصنامكم من بعد ان تولوا مدبرين. قال لهم بلا ربي غير نبدا نقنبر بالالهه تاعكم، نبدا نقنبر. شوف منهج قراني، تقنبر بالالهه تاع الناس منهج قراني. هذه حتى الايه 57. وش قال في الآية 58؟ فجعلهم جذذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. دمرهم، راح عند الناس، كاع
كي شغل انت واحد يروح الجامع ويكسر الجامع كيف كيف راح المعبد تاعهم طرطق كاع الالهه وخلى غير واحد. شوف شوف كومبيان سي فيولون وكيفاش الانسان هذا ما يحترمش. ابراهيم لا يحترم الاديان تاع الناس. وعلاه الدين تاعو يقول هذا الشيء منهج قراني انك لا تحترم الاديان تاع الناس. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. زعفوا الناس نورمال دنيت المقدسات تاعهم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. جيبوه نهضروا معه. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. انت اللي درت هذا الشيء. انت اللي طرتك الاله كما انتم تقولون. انت لك تسب الاله تاعنا. نفس الشيء هم يقولوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. هم زعفانين كما انتم راكم زعفانين كيف كيف. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون او يتقعد بهم هنا او يقنبر كيما جيلو يقنبر بكم. شفت قنبر مشروع في دينك مشروع. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيما راه درك انا كيما درك حطيناكم في موقع وفهمناكم بلي كنتوما كي تدافعوا على الاله تاعكم راكم تبينوا لنا بلي الاله تاعكم صنم ولا يقدر على نفسه فكيف يقدر على الناس. كيما ابراهيم بين للناس بلي الاله تاعهم ما تسوى والو. نفس الشيء نفس الشيء. دونك تجيو عندنا تتقعدوا بينا تقولوا لنا علاش تتقعدوا بالمقدسات وانتم تسبوا النصارى وتسبوا اليهود والقران تاعكم يقول القرده والخنازير والقران يقول كمثل الكهب الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يقول لك زنيم هذا الشيء كاع وتجي انت تعطيني لوسون تاع احترام المقدسات. انت لم تحترم مقدس واحد. وراهي الكنائس تاع الجزائر كي دخلتوا كانت الجزائر مسيحيه كي دخلوا هاد العرب والمسلمين كانت مصر مسيحيه. اين كنائسهم؟ اين حق الجزائريين المسيحيين في بناء الكنائس؟ اين حق الجزائريين اليهود ماشي في بناء المعابد تاعهم؟ لا يسكنوا برك معاكم يسكنوا ويبانوا باليهود يمشيوا بلا كيبا تاعهم في المارشي تاع بيلكور. اسكو سي بوسيبل يهودي يمشي بالكيبا تاعو في المارشي تاع بيلكور في بلاد الكعب تاعكم يا مسلمين يا كعب يا كافيا يا شبارق يا اللي ما تعرفوش ما معنى التسامح. هادو ماشي كاع المسلمين بيان سور كاين مسلمين محترمين كاين مسلمين محترمين. انا نهضر اللي طلعوا اللي طلعوا هضروا معاك اللي طلعوا قال لك انا نناقشك انا نناقشك بنقاش وما نسبكش. وكي سقسيته قلت له هذاك الطحان اللي كان مقبل تي داكور بالطحان قال لك نو ما ندخلش روحي باسكو منافق باسكو ما عندكش مبدا. لو كان جا عندك مبدا تقول له وي حقيقة السيد هذاك غلط. هذا أقل قليل فيك ما قدرتش تقول بلي السيد هذاك غلط معناتها أنت توافقه وراك تجي تتنوفق بأنا نناقش. حيلة حيلة أنا نناقش أنا ما نسبش وتجي تحشيها لنا عبالك ما نعرفوكمش عبالكم ما عشناش معاكم ما نعرفوكمش معنا بالناس كاش عاملين أنتوما. شوف كيما هذا سيترون 92 غير طلعني نفهمك نفهمك واش راك راح تفهم واش فاش راك راح تفهم حد دوك انا نقول لك شوف نطلعك ما تقدرش ما تهضر يعني تهضر كنت تطلع تهضر في تفاهات انا متيقن ولا تسبنا وتعبط هاي يا سيدي سيترون شوف راح قرب الشات هذا هاي راح سيترون كتر بندوس هاي يا سيدي فهمنا. السلام عليكم. تفضلي صح. السلام عليكم. يا هدر انا نسمع فيك قلنا لك صحه مساء الخير صباح الخير. Est-ce que tu m'entends? Je entends toi. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci parce que tu m'as accepté et tu m'as donné de la chance باش نناقش معاك ما نسبكش parce que ça sert à rien باش نسبك ماشي parce que ما تامنش باش بحاجه ما نامن بها انت. واش رايك في المسلمين اللي يسبوا انا وانت ما تهمش بيها؟ واش رايك في المسلمين اللي يطلعوا يسبوا؟ عطينا رايك. قالوا ربي سيدنا موسى انا نهضر لك بالقران سيدنا موسى واش قالوا راح كي بعثوا لعند واحد طاغي تاع
قال بلي انا ربكم الاعلى. واش قال له ربي؟ قال له وقل له قولا لينا لعله يخشى. دونك هادو مسلمين تاع ما يمثلوش الاسلام يا اخي. هذا كيمثل نفسه، هذا كيمثل. دوك انا ينطح في ملحد يسب وملحد ما يسبش، نقول كاع الملحدين ما يحشموش. نو نو، كل واحد يمثل نفسه. احنا اكدنا بلي كاين هاد، نهضروا على المسلمين هادو، مانيش نهضروا على المسلمين المحترمين. وكاين مسلمين محترمين اللي لازم نقدروهم، لازم، لان يقدر نفسه ويقدر الباقي. وإحنا نهضروا على هذه الفئة، هذا مش عارفين يخرجوا هذو. هذوك أخي دوك نفهمك، هذوك آمنوا بالإسلام بصح ما فهموهش. آمنوا برك قالوا لهم قولوا الله أكبر، قالوا الله أكبر سيتو، جوغ تبعوا قوموا تبع، بصح ما حبوش يفهموا سي كوا الإسلام. إيزون با كومبخي، هما فاهمين بلي الإسلام ربي قال اقتلوا ديروا اعملوا افعلوا، ألوغ كي ربي في كل محضر وكل كلمة قالها وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما إلا هو وحي يوحى. فهمت؟ ما قالش دي شوز هكذاك ربي. وباش قال وباش نصح وباش أمر في القرآن، ما كل ما أمره هو خير للإنسان. دوك واحد واش قال لك ربي؟ قال لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شي با لا بور تو جوجي جون. قال لك ولا يضركم صرتوبا وين دايره. سامحني اخي خليني نكمل. قال لك ولا يضركم ان اهتديتم، يعني ما ضرنيش انت كي تكفر ولا ما تكفر، ماكش حضرني، راح ضر روحك. تنفع روحك ولا ضر روحك؟ ابري سي با ما دو تو دير وقتاش تدخل الجنه. بوتيتغ انا انت تدخلها انا ما ندخلهاش، بوتيتغ انت تدخلها على فان ربي دير خدمه دير فعل ربي يرفعك به. انا حياتي كاع وانا نعبد ربي بالك ما ندخلش. لا تدخلون الجنه باعمالكم، لا تدخلوها برحمه من الله ربي يرحم. انا ما سحقش، انا الريفيزي. انا يقول انت انا سمح تدخل الجنه، قول ما تدخلش ديني النار، ونقولوا الحسنات ديالي عطيهم السيترون، سيترون 92 عطيهم السيترون. معليش ندي لك حسنات، ندي لك السيئات تاعك. شوف قدام الله وعباده، يلا السيئات تاع سيترون كتبهم عليا سي مو كي باي، والحسنات ديالي والحسن. خليني ما تدخليش روحك بيني بينهم الله. ايوا انا ثاني ما ندخلش روحك. خليني دعك والحسنات ديالي كاع اعطيهم سيترون باش تدخل بهم الجنه. بصح الجنه واش عندك صحه تمشي بهم الجنه؟ انت كمراه واش عندك كمسلمه واش عندك في الجنه؟ وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. ربي يدارك في الدنيا هذه غير باش يشوفك. هنا يميز الخبيث من الطيب. هنا ربي يدارك دوك يعطيك بروبليم، اسكو نتايا هذاك البروبليم راح يخليك انفيت على بالك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وعلاش تشوف تورن في هذا لو موند؟ تورن في هذا لو موند جو سي. معليش ما عجبكش، ممل كلامي ممل، ولكن تورن في هذا لو موند. طرحت لك سؤال برك. قلت لك انتي في الجنه واش تدي في الجنه كي دخلتي انت مسلمه؟ طيعي زوجك، طيعيه 100%. وش يقولك ما تفاهات ديرها؟ اسمع ربي ماشي هذا السؤال، ماشي هذا السؤال. السؤال واش تدي في الجنه انت كمسلمه مراه؟ واش تدي في القران؟ واش محطوط تدي؟ انا شوف ربي امرني ونهاني، امرني قلت واش تدي؟ تدي الشعر. اسمع وعدوكم. لا خليني دوك انت ولا تقاطعني وتضحك وما تخلينيش نوصل لك الميساج. لا باسكو ما تجاوبيش، راح تقاطعني باسكو ما عجبكش كلامي. ما انا ما يعجبنيش واش تهضر، بصح ما عجبنيش. كوت جو تو دون لا شونس. ماني جو تو تروف سيمباتيك، جو تروف سيمباتيك سي بور سان قصر معاك. يعيشك ربي يحفظك. شوف اخي ربي يحفظك، ربي اللي امن بها. فوالا هذا هو المشكل. انا نسكت. ها لا تو عندك دو بارلي. اي مصح يفو ناقشو. قول لي ربي يحفظك انا واش ندير. انا طلعت سي كوا كي ما دوني لونفي باش نطلع، باسكو الاخ هذا اللي كان يهضر على ابراهيم وقال لك كيما قال له واسالوا كبيركم هذا. ابراهيم واش خاطب هنا؟ خاطب بالمنطق. هو قال لك بلي كان يتمس او يقول لكم يقنبر، ماشي يقنبر، خاطب بالمنطق باش يوصلهم للحقيقه، حقيقه وجود الله. ربي ما تشوفوش، شوفوا والله ونطلعوا للسماء ونهبط، ما نشوفوش ربي بصح نشعر به.
وجوده كاين، الكينونة تاع الله سبحانه وتعالى. ودوك هاد الحاجة ماشي كاع يوصلوا لها، ماشي كاع، منهم معارض ومنهم يقول لك نو سا اكزيست با، ومنهم مرتد، ومنهم اللي كتب المصحف ارتد على القرآن، على بالك اللي كتب المصحف كان دخل الإسلام، بعد خرج من الإسلام عاود دخل ارتد عاود ولا. دركا المشكل يا أخي، دوك نفهمك المشكل، أنه اسكو كي نقرا وحنا نتدبروا، وقال لك ربي يوم ياتي تاويله، تسمى كل ربي نزل هذا الكتاب اللي الناس راهي نص تقول لك باللي كتاب كتب بالانسان هو اللي كتبه. ما تتمسخروش بينا، كاين بزاف دي بروف اللي راهم مذكورين هنايا ورانا عايشينهم، اصلا نزل على لسان الماضي، خلاص راهو كتب ربي وخلاص رانا في الماضي، حنا عايشين ما رانا ني في البريزون ني في الفيتور، انا عايشين في الماضي، خلاص كتب، كتب ربي في اللوح المحفوظ، كتب كلش واش راح يصير واش ما راحش يصير. بصح وشنو عندك الايمان تاعك درك، سي اتوا دو شواسي، من شاء فليامر، ان الله لا يهدي الا من يشاء. شكون يشاء؟ انت دوك ولا انت ما حبيتش على بالك ربي شهدك قبل ما تنزل في كرش يماك، شهدك به، شهدك انك تجيبي فيها. كاين واحد الايه مانيش حافظتها يا ربي، خساره مانيش حافظتها، كاين واحد الايه تقول لنا، قولي لنا نفكروك فيها، قولي لنا برك نفكروك فيها واش تقول لنا. يقول لك ربي شهدك قبل ما تهبط في كرش يماك، ربي شهدك عليه، سي بوغ سا كيحطك في الارض، كيحطك في الارض سي اتوا، ولا تعاود تؤمن بالشهاده تاعك ولا لا. لا على بالك راهو القران عميق، وماشي نيمبورط واحد يفهمه، وماشي نيمبورط واحد يدبره، وماشي نيمبورط واحد. نتوما راكم فو بازي سوغ الداعشيه، اقتلوا واقتلوهم، اسكو القتل هو القتل، اسكو العربيه وانزلته لسانا عربيا، اسكو حنا رانا فاهمين اللغه العربيه كما انزلت في القران؟ نو ما راناش فاهمينها كما انزلت في القران، اما الله غلط، ما راناش فاهمينها كما انزلت، الله غلط، عطانا لغه ما نفهموهاش. ما غلطش تعالى الله عما يصفون، تعالى الله عما يصفون. والله المشكل نتحداك، اقعد ادعي ربي يبين لك الحقيقه، فهمت؟ قعد ادعيه، انت اللي ما تامنش به قولوا يا اخي يا ربي انا ما نامنش بك، بصح اعطيني حاجه تبين لي الحقيقه تاعك، اي فاتو دون امبوس ما يخليكش هكذاك. على بالك كاع كانوا حق علينا، حق علينا نصر المؤمنين. شكون المؤمنين؟ ربي، شوف ربي يوري لك عنده دي بروف يمدهم لك. بصح اسكو تي كومبرون سي سا، اسكو تي كومبرون اسكو الروح تاعك، حنا جسد وروح ونفس، النفس يطغى عليها بزاف الشيطان، بصح الروح تاعك هذاك الضوء اللي راهو لداخل في الكوغ تاعك، ونفخت نفخه من روحي، فهمت؟ هذيك الروح تاعك اسكو انت توصل هذيك المرحله تعرف ربي. ربي لو كان دوك انت تشوفه خلاص ما تويش تامن به، تولي تعيط له اسمع غدوه قول لي لوجيك. ولو كان كاين الهه بزاف، لو كان كاين الهه بزاف، هو الهه الاولاني يقول لك لا انا ندير الشتاء، الاخر يقول لك نو انا ندير الصيف، رون رون تمني به، رون رون ثاني ما تشوفيش، رون رون تمني به مثلاً ما يبانش كيما الله. تكبر رونو رون رب الربوب رب رونو نو انا من بربي، الله الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد، الاول والاخر والظاهر والباطن. نعم كذبك هذاك، شوفي الكراد تاع الله في هذا الربوب، هذه شو الكابورال رب الربوب جنرال ماريشال رورو، هو خالق الاشياء، ولكن ما تشوفيش هو اللي يختار عباده، ماشي العباد اللي يروحوا يعبدوا. كل هذا رونو راك تقمر بيه ولا صح كما يقول صاحبك مقبل منيتك شكون رونو؟ والله ما على بالي، اقسم برونون غير نهضر معاك الحقيقه المطلقه، نحكي الحكايه تاع رونو كيف واش صرا لي معاه، ما كنتيش هنا واقيل ما سمعتيش كي طلعني، ما كنتيش ما قدرتش نعاود. انا دوك معليش شوفي انتي شوفي واش قالوا؟ قالوا نمرود كي خاطب ابراهيم، قالوا نمرود كي خاطب ابراهيم، قالوا انا احيي واميت، قالوا اوكي انت تحيي وتميت، فاتي ان الله ياتي بالشمس من المغرب فاتي بها انت من المغرب، وبهت الذي كفر. عبالك دوك ابراهيم يخاطب لالوجي شوفوا باردون لي موديراتور اللي طيحوا هاد المسلمين اللي راهم يطيحوا هادو، بلوكي ديريكت، ما كاش سوردين، بلوكيو هاد المسلمين هادو. يا اخي انا طحت في ملحدين يطيحوا، انا طحت في ملحدين يسبوا، وي انا بارتو مي ميزلمون ما يقدرش يطيح
مي بالام لا كاين ملحدين والله يا اخي يعني تهت معاهم تيلمون تي لور تروف دي سيكونسون المسلم يفو با يسب يفو يكون عنده كومبورتمون مليح مهما كانت الظروف ايه بصح بصح لا والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا نهدي انهم صبوا لنا ماشي كاع يجاهدوا واش بيك جهاد النفس دونك هادو راهم اصلا خلي جهاد النفس ماشي كاع يجاهدوا يا اخي كيفاش راكي راكي اون فورم اليوم سيريوزمون دونك راكي بيان راكي بيان يعني الحمد لله والله الحمد لله رب العالمين اه يعني ربي اسمع انا دعيت ربي انا شوف اسمع انا دعيت ربي في عفايس ماشي من باليا للناس ربي استجب لي ناس دعيت لهم ربي استجب لي عليهم وعلاش باسكو انا امنت بربي انا امنت به استسلمت لامر الله سبحانه وتعالى امسح قالك اسلم تسلم دعيت له انا دعيت له انا قلت له نعمل بك خليني نبتلي قلت له اوكي ابتليني صح ابتليني فستجدوني ان شاء الله من الصابرين قولي دعيت لها فلسطين ماشي كاع نوصلوا لها على بال نتمنى لك توصل لها شوف نقول لك انا اسكت دعيت لها فلسطين يا سنة يا صبري يا صبري خليني جاوبيني دعيت لفلسطين ما استجبلكش فلسطين قال لك واوحينا لبني اسرائيل لا تعلون علوا مرتين ربي علاهم مرتين علوا كبيره كيما قوم عاد شكون كاين قد 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 قوم عاد كاين قد قوم عاد شحال كيفاش طغاو كاين قد قوم عاد الملك تاعهم اللي كان يقرا بزاف كتابات كيشاف على الوسمو كيشاف على الكتب السماويه التي انزلت من قبل صب اللي تهضر على الجنه والنهر وسمو قال انا نبني شوف نبني كما تقولون نتوما من بيت جنه فوق الارض بناها ربي خلاه 300 سنه هو يبني نهار اللي جا حيدخلها ما دخلهاش اوكي ربي خليهم يطغاو دوك بنو اسرائيل ربي مخليهم يطغاو بصح انا مانيش نهضر على اليهوديه اليهود ماشي لا 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 حاشا اليهود اليهود ماشي اليهود ماشي كاع هادو صهيونيين ماشي يهود اخي كاين صهيونيين حتى في الاسلام كاين مسلمين دواعش صهيون هادوك صهيون يجي يقتل ما تقتلش ربي ما قالكش قتل فوالا قالك اقتل لي قتلك لي تعدى عليك تعدى عليه بصح واحد ما دار لك والو تحت قتلو سيترون ماشي نورمال سيترون ايه سيترون نعم ماذا انت عندك اخلاق وانا احبك في الجزائر يعني مراه ناس مليح وباينه تحبني حب الانسانيه حب الانسانيه ماشي في الجزائر انا مانيش في الجزائر نو انت جزائريه انت اش يا جاري انا كون نقول لك احبك في الله تقبليها وفي الجزائر ما تقبليهاش تحبني في الله تحبني في الله ما عندها ماشي حب الغرامي واسمه حب في الله اصلا حبك في الجزائر في القران غير في الله احبك في الجزائر ماشي حب غرامي ونعرفك باش مانيش في الجزائر مانيش في الجزائر انا اقول الجزائر لان الجزائر عندها مكان الفوق كاع بالنسبه لي انا يعني راني نحب حاجه اللي نقدسها انا اقدس انا اسمع لي اقول لك حاجه انا لا اقدس الجزائر نقول لك علاش انا لا اقدس الشعب تحكمه العاطفه اكثر من المنطق وما نقدرش انا شعب يتبع التقاليد يتبع العادات والتقاليد شيد في العادات والتقاليد والحاجه اللي امرنا بها ربي ونهانا ما يامنش بها فهمت حط لي انا قوانين حنيفة مسلمة ماشي المسلمة هذيك تاع قالة دونك والجزائر ومن بعد الجزائر ولا ما كانش كان الجزائر على دين ابراهيم اوكي درك هذا فرطاسه معنا حبي يجاوبك نخليو له الكلام ما تقطعيش من فضلك شكرا سي ما تقطعينيش سيترون انا جبتيني على كيما تجي جو تو تروف سامباتيك و ربي يحفظك خويا الله يعيشك محترمه معلي نغلقوا المايك حنا
ماما انا نحترمك اخي. اه خلاص تري بيان سي مايك. انا عجبتيني بون، بديتي بايه قرانيه، عطيتي الايه القرانيه من سوره طه الايه 42، الانسان اللي يحب يرجع ليها رجع ليها. تقول اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. هضروا معاه جونتيمون، هضروا مع فرعون جونتيمون لعله يتذكر او يخشى. حبيتي تقولي حاجه سيترون؟ خاص ما سمعناكش. ما خليها تغلق الميكرو وتكلم. انا حاب نافونسي بلا 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 انقطاع. انا نقول لك بلي الايه هذه تكرس شيء مهم في الاسلام، تاع في الاسلام اون جينيرال. تكرس بلي كي تطيحوا مع واحد قوي روحوا بالعقل، كي تطيحوا مع واحد ضعيف قالوا له دين باباه. وهذا لي استركتوري الشخصيه تاع المسلم اللي هو حقار وخواف. جفي ليكسبيكي بالقران، جفي ليكسبيكي. لما قال الله تعالى تاع القران بيان سور ان بوين امبورطون، جيلو ملحد يقول انا ملحد، انا ماشي ملحد باش تكون على بالك، انا اؤمن بالخالق ولكن لا اظن ان القران كلام الله، ولا اظن ان محمد كلمه الله ولا جاب له وحي، ولا ارى في الاسلام شيء حاجه مليحه، ما نشوف والو حاجه مليحه. انا اظنه انه دين شيطاني، بصح انا مانيش ملحد. باش ما تجيش تقولي لي الله وانا نامن بربي وندعيه ويستجب لي تو سا، يا با بروبليم جو بو لاكسبتي. ما انا عندي مشكل مع الاسلام وتعاليم الاسلام وشريعه الاسلام وقانون الاسلام وعدم سماحه الاسلام واقصاء الاسلام. عندي بروبليم في الاسلام الامام، ونشوف بلي لا ميزار تاع لي زالجيريان الي دو للاسلام، باسكو مسلمين وكان ما جاوش مسلمين كانوا يكونوا خير. لو كان اون ايفولوي او ايفولوي سون الاسلام في الجزائر كنا نكونوا كيما لي بورتوغي لي اسبانيول. كيف كيف رانا عايشين في نفس المنطقه لا ميديتيرانيا اوكسيدونتال، فلو نور كاين عقليه، فلو سود كاين عقليه يا لطيف، كاين عقليه تهرب منها العقليه اللي هي موجوده في لو سود كيما هربتي انت. وانا جو تو فيليسيت كي هربتي، ما عندكش ضر سا دير سا سخي فريمون مال تريحي في هذيك البلاد، عندك الحق كي هربتي. الايه هذه تتناقض مع ايات اخرى، يعني القران متناقض، وهذا سي بروبليم. لو كان جا من الله اللي خلق، يعني لو كان جا من الخالق اللي نامن به انا، كان ما يتناقضش مع من يتناقض. كاين ايه اخرى تقول يا ايها النبي اسمعي بها، جاهد الكفار، يعني انا كافر باسكو انا ما نامنش بمحمد النبي، والمنافقين، يعني انسان يا عايش في الجزائر ماهوش مؤمن بصح يخبي يروح الجمعه يخاف. اوكي شوف شو يقول، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واغلظ عليهم، شوف يأمرك بالغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. دونك من جهه يقول لك واحد كيما فرعون قوي قوي قوي، هذاك روح معاه جونتي، وكي يكون ضعيف عايش معاك وضعيف اقعد له دين باباه. وكاين شواهد عده في الكتاب والسنه اللي تقول هذا الشيء. باغ اكزومبل المسلم اليوم يتلمس الاعذار للحاكم، سولتو هذا تاع السنه والجماعه، يقول لك الحاكم ما تهدرش معاه، ولو ضرب ظهرك ولو اخذ مالك ولا يقع لك دين بابك ما تهدرش معاه، لانه حاكم باسكو قوي. بصح جارك هذاك غير تشوفه دار حاجه صغيره اعطيه، تي فوا لا ميم فيلوزوفي. كي يكون قوي ما تهدرش، كي يكون ضعيف اعطيه. زيد حاجه واحده اخرى، انت قلتي انا على دين ابراهيم، سي بيان على دين ابراهيم، قلتي انا انسان، انا كي قلتي انا انسان اولا عجبتيني سانسيرمون، جو تروف سا سي ان بون بوين، سي ان بون بوين اللي ما نقدرش نيجليجيه، سادير بور موا فيك الخير، سي سور فيك الخير. كي قلتي انا انسان اولا، صافي يدير كي تلاقاي مع كافر ما تحسيش روحك بلي انت سوبيريور عليه، اي سا سي امبورطون، خاطش المسلم كي يتلاقى مع كافر يحس روحه سوبيريور، باش تكون على بالك يعني، وعلى بالك بهذا الشيء، انت تعرفيها العقليه هذه، تو لاكوني. يسوفي تسمعوا العلماء يهضروا، نابورت كان عالم مسلم، الشافعي، مالك، ابو حنيفه، ابن تيميه، القرطبي، سمعوهم يهضروا واش يقولوا في الكفار، تو فاغ اون سوبريماسي، تحسهم بلي هما سي دي سوبريماسيست، حنا خير منهم، حنا يحبنا ربي اكثر منهم، كيما اليهود، اليهود كيف كيف عندهم هذه العقليه. شوف دين ابراهيم اللي قلت انا دين من دين ابراهيم، اسمعي بيا. الايه الممتحنه، سوره الممتحنه ابارتير من الايات، يعني لي ديبي من الديبي تاع الايات، يعني ابارتير دو لا دوزيام،
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هنا إله القرآن اللي ما نمش به هنا أمبوسي بدأ إله يقول لك بلي إبراهيم سيتي أن إكسيلون موديل سيتي أن إكسيلون موديل أسويفر دونك أنت راك تتبعي هذا الموديل حسب تعاليم القرآن سي نورمال. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم نتبراو منكم. سمعوا بيان لو بوزيسيونمون تاع إبراهيم أنا بريء من قومي. وعلاش؟ لأنهم يخالفونه في العقيدة. سامبل المخالفة في العقيدة تخليك تتبراي من القوم ديالك. إلا القوم ديالك ماشي مسلم تي أوبليجي تتبراي منه. هذا سنة إبراهيم أسوة حسنة سوف دير أن إكسيلون موديل أ سويفر يفو فيغ سكي لا في. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. سمعي بيان كفرنا بكم وبيت القصيدة وهنا سمعي بيان يا سيترون باسكو تي سامباتيك كنت إنسان أول. وبدا بيننا وبينكم واشن العداوة والبغضاء. إبراهيم كيفاش يدعو إلى العداوة والبغضاء؟ طريقة إبراهيم تقول من خالفك في العقيدة. هذه الآية هذه أساس الولاء والبراء. بشتوب لك الولاء والبراء ليست فلسفة تاع أهل السنة والجماعة، هي فلسفة القرآن. الولاء والبراء تتولى الذين آمنوا وتتبرى من الذين لا يؤمنون. ما معنى تتبرى؟ تبغضهم، لازم تبغضهم ولازم تعاديهم. أوكي؟ وهذا يعادي الإنسانية. الإنسان ما يبغض وما يعادي. شوفوا شي يقول، نعاود نقراها الآية كومبلي باش تبان للذين آمنوا باش يفهموا الآية بيان كوم يفو. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا صديق جسك لفن سون بيتي يا جدك عباك أسوة إبراهيم واعرة يا جدك ساتوران فوندامنتاليست انتجريست كش لعب اون جو با بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا جسك وشنية لا كونديسيون كي كوب سا حتى تؤمنوا يا ربك كش تسامح طنك فوزات كفار طنك ما تامنوش كما نامنو حنا حتى تؤمنوا ياك بالله وحده الله تاعهم بيان سور يقول لك تؤمن بالله ومن بعد يجيب لك لا روسات يقول لك الله كاش عامل ها والله هذا القران كلامه وهذا محمد رسوله وانا ما نامنش كاع بهذا الشيء انا نامن بالخالق جي اوكان بروبليم بالايمان بالخالق دايور جو سوي فاسيني بار لي زاتي باسكو ما قدرتش نولي اتي انا سييت نولي اتي ما وليتش اتي باسكو ما قدرتش انا مؤمن نامن بالخالق انا عامل هكذا مي بصح باش نامن باله القران لازم نكون مريض لازم نكون مهبول ولا باسكو اله القران يقول لك شوف انا هو لازم تعبدني لازم تقول لي انت هو البوغوس تبارك الله احسن الخالقين سي لو ميور تاع هو لو ميور دي كرياتور صافي دير كاين شوف اثار الوثنيه مازالها في محمد اللي يكتب القران هو اللي يكتبه تبارك الله احسن الخالقين وكانه كاين خالقين واحد اخرين او يكومبيتيسيوني معاهم ومن بعد يقول له الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله شيئا. يعني ابراهيم كي عاد باباه وعلاش عاد علاش ابراهيم عاد باباه؟ شوف كيفاش الدين هذا يفرق بين الابن والاب ويفرق بين الابن والام ويفرق بين الاخ ويفرق بين الاخ والاخت. كيفاش ما يفرقش بين الجزائري والجزائري؟ سير يفرق دون زون ميم فامي الدين يجي يكسر لك لوريان هذاك. وعلاه؟ باسكو انت مؤمن وهو ماشي مؤمن. يقول لك غير ابراهيم واش دار ابراهيم غلط واش دار؟ استغفر لابيه. ابراهيم كي استغفر لابيه بالانسانيه تاعو ربي عاودوا له قالوا اسمع ما سحقكش تكون انسانيه ما داش ترب با واش قال؟ لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ومن بعد في ايه واحده اخرى يكوريجيه الله
يقول له قول له ما تجيش تستغفر لباباك، بالك تستعاودها باك تغلط، مثل ما تستغفرش هذا كافر كافر، لازم تعاديه، لازم تبغضه باباك تبغضه. وهذا ما ادى في لي زاني 90 في الجزائر انه النوفو يقتل عمه، ان فيس يقتل باباه، كاين يقتل فاميلته كاع ارضاء لله. الى قتل باباه واش راح يدير في جيله؟ ولا واحد كيما انا، ولا واحد كيما انتيا، مام كيما انتي، باسكو انتيا عند انتي انسان اولا، عباك واش معناتها انسان اولا؟ معناتها راكي كافره في اعين بعض الناس، ماشي بيان، ماشي نقولك انتي كافره انايا جي مون فيش ان بو العقيده تاعك، بصح واحد مؤمن ومسلم على عقيده اهل السنه والجماعه ما يحبش هذه الكلمه هذه، انا انسان اول، انا مسلم اولا، وهذه انا انسان اولا تموتي عليها، تو بو موغيغ بور سا. خاطش كاين الناس عندهم ابراهيم اسوه حسنه يتبعوه حرفيا، قد بدت البغضاء والعداوه بيننا وبينكم ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه العقليه. اوكي دونك جو سوي ديزولي، لو كان جا القران فيه غير ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولا دين قاتلوا الذين يقاتلونكم، نقول لك عندك الحق، القران فيه قاتلوا الذين لا يؤمنون، يعني علة القتال هو عدم الإيمان. وزيد يعطوا الجزية وهم صاغرون، القرآن يأمرك بذل الناس، ذلهم، يعني ماشي غير تغلبهم، أك غلبتهم في الجيرة غلبتهم، أك سي بون ديجا هذا وذل، أك غلبتهم. تو لو سومي وتقولوا أرى دراهم ولازم يجيب دلول، يأمرك بإذلال الناس. وهذا ما يقدرش يكون دين تاع اله خالق الخالق كيما نيماجينيها انا، امبوسيبل يكون هكذا، هذا شيطان. في القران كاين واحد الشيطان ويهضر مع المسلمين والمسلمين يعبدوه، بصح باش تقولي لي اله خالق الكون او يهضر امبوسيبل. فوالا هذه هي الكلمه ديالي. ميرسي فرطاش. تفضل يا سيترون، حل افتحي المايك تاعك، افتحيه، عبزي على المايك تاعك باش تفتحيه، ما نقدرش نفتحه كان نقدر نغلق برك. سيترون سيترون دوك نحطك نعاود نطلعك، لان لازم تردي على بالي بلي هاكي حابه تردي على الكلام هذا. عاودي دوموندي سيترون، عاودي دوموندي اسمعي، ها انفيتي سيترون. جزاك الله خير فرطاس. يا المهر يا ليت المهرين، لكن هذا اللي هو مع العنقة العنقة. جزاك الله بخير يا شيخ، شفتو كي يبدا يغني على الريم، الريم خرجوا البنات الباهيات على الكساوين تاع عندات، لبسوا مودهم من قفاطن عن كل الوان. يا ربك ميرسي. اجي والرياضي تشهدون ورحواضين، قيم صهور معاكم قلبي مرفقاكم راضي، عمري موحال نساكم يا المضامات. هذا الشعب تاعنا الحب. تفضلي يا سيترا. وي است كو تو مونتون تري بيان سي با جي ان بروبليم دو كونيكسيون ولا دو عندك Allo? عندك ا بروبليم يا بيتي بروبليم دو كونيكسيون سي فري وي Haka, est-ce que tu m'entends, Haka? Oui, très bien. Oui. Bon, l'akh kan yitkellem ala yani enno Rabbi subhanahu qal billi yani jizya w had. Est-ce que tu m'entends? وي 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 انتونتون ما تشوفيش لي، يعني قول لهم يلايكيو سينون نحي الشات، دوك نحي الشات فوالا. هيا صومي جيب حتى بون دا نحي الشات. فازي فازي اهضري اهضري انا نسمع فيك. قلت لك باللي هادوما تاع لي يدفعوا الجيزيا وهكا وهكا. بون انا ما دون سا جي باسكو انا اللي كندبر الايات، ما نقدرش نهضر بارلي بور بارلي، ما عنديش هاد اسمهم صح. J'ai pas fait attention à ce qu'il a dit lui par rapport à Jizya ou Tudfa Jizya, mais moi je parle par rapport à Ushikolorbi,
يعني ما قالش انت كي كنت تقول بلي ربي سبحانه قال بلي واحد لي القرآن يقول لك واحد لي يكون عنده البوفوار تهضر معاه جونتيمون واللي ما عندوش البوفوار ما تهضرش معاه جونتيمون. إبا ما دلش ربي فرعون واش قالو اكيد تب تكمل لافان كي تكمل لافان ربي دلو ربي يدل في العون ودل النمرود ودل وهذاك قارون وربي أعطى لهم مكانتهم في أسفل السافلين. هنا ربي وش يقول لك؟ يقول لك باللي دابخي سكو جي كومبخي أنا يقول لك ربي سبحانه باللي هادو ما اللي عندهم الدراهم سي با افيك لارجون كو تو ا تا بلاص افيك مو لو بوت ماشي بالدراهم ماشي معناتها باسكو عندك الدراهم كيما هادو ما يقول لك عندهم دو جوستمون باسكو تي ان فات اون بو دير شي با كونتراديكتوار بصح كي تهضر على بلي ربي سبحانه واحد اللي عنده دراهم في القران يعني قال بلي اللي عنده البوفوار تروح معاه بالعقل واللي ما عندوش تعطيه بانو شكون ماشي جا الاسلام وكرم العبيد اللي كانوا هما دي اسكلاف ماشي جا الاسلام وحرر المراه اللي كانت تقتل في وقت الجاهليه كانت تقتل اللي عنده طفله سي عنده عار واليهود ما عندهم هاد الاخرى سيترون سيترون سمحي لي ما عندهاش كلمه سيترون سيترون هاكي تهضري مع الناس اللي قراو هذيك لا بيريود. انا واحد قريت على محمد قريت على كيفاش كانوا من قبل الوغ شوفي انت يا داروا لك في مخك قالوا لك اشياء وامنتي بهم. شوفي نعطيك ادله قاطعه باللي هذا خطا. اسمعي ها اسمعي شنو نقول لك دوك تشوفي بلي عندي الحق. انت راك تقولي المراه والعبيد وكامل ما كاش عبيد. العبيد كانوا بارتو دون الموند تيتريزيستي بوكو بلوس عند العرب سي اون ايفيدونس. العرب هما اللي خلقوا الاسكلافاج اللي نعرفوه. ليك محمد واش كان كي كان صغير كي كان في عمره 20 30 سنه واش كان يخدم؟ كان راعي غنم. كان يخدم في شركة نتاع مرا راعي غنم. كان راعي غنم وجد عمومو كانوا عندهم خديجة تعرفي خديجة ناسب. خديجة شكون خديجة؟ خديجة زوجة النبي الأولى. واش كانت تدير خديجة؟ لا بروميير باسكو كانوا عندها دراهم. كيفاش كانت تخدم تجاره؟ فوالا كانت تخدم الرجال كانت تخدم تجاره ومنهم محمد كان خدام عندها وكانت تبعته يشري. ايه انا ما نامنش بالاحاديث شو كورانيك. انا ما نامنش اسمع انا نقول لك جي ديكوفير انا الاحاديث جي ديكوفير كاين بزاف دي مونسونج احاديث تقدر تقنعني باللي عباد ما كتبوهم. راكي كافره كيما حنا القران وفسرهم على عقلي. راكي كافره اي تو برون دي ريسك اتونسيون تروحي للجزائر. لا لا تروحي للجزائر تقولي ما نامنش بالاحاديث تو ريسك تدخلي للحبس. كاين قانون ما نامنش بالاحاديث. انا قلتها وكنت في الجزائر. انا نقول لك فيليسيتاسيون كيف تتعدى عليا شحال عندك شحال عندك من اللي راكي بليجي نامن واش امن انت؟ وي شحال عندك انا امني باش تحبي. انا ما عندي حتى مشكل معاك امني ولا ما تامنيش ما يهمنيش. انا ايمانك سي بريفي. مانيش نهضر عليك قال لك تروحي للجزائر. كي نروح للجزائر انا بروميارمون ايكوت نو كي تروحي الجزائر ما تسركيش شوفي اخي اسمع حبيتك تفهم. انا جي ترو سوفير ان الجيري بارابور ا سا جي ترو سوفير. اسمع يا اخي اسمعي عندي سؤال. عندي سؤال. انا كنت نشوف ناس تجي بابيات ودخلت لك خلاص فهمناك. شحال عندك من اللي راكي قرانيه يعني تخميها التخمام شحال عندك؟ شحال عندي من اللي انا قرانيه اون بو دير 3 ans هكا 3 ans مو جو بونس 3 ans راكي في لا ليميت درك هذيك راكي رايحه تجوزي ليتاب سويفونت كي هي الربوبيه. C'est un passage obligé. Ou le fait que tu es coranien, c'est que tu es très très faible. C'est que tu n'as pas la force qui te fait le fait de refuser Bukhari, Muslim ou tous les hadiths, c'est un grand pas. Il s'appelle Breti. Mais il s'appelle Breti Mareda. Parce que... Ben ouais.
Parce que j'ai trouvé, alors qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que donc tu as écrit un livre. Comment tu t'appelles? Jilo. Jilo, il sort un livre, d'accord? Il sort le livre. Jilo, je vais lui donner la conclusion. Donc, je vais lui dire, écoute, Jilo, c'est un mushaf. Donne-lui la conclusion, donne-lui le khulasa, donne-lui le résultat de la guerre, ou ce que j'ai dit, donne-lui le fait. Tu as compris, Jilo, ok? Alors, je ne suis pas obligée de te suivre dans le fait. Bien sûr. Ou le hadith le Bukhari ou le musulman et tout, c'est comme si une personne, كتباتو, elle a donné ce qu'elle elle a compris, دارت الدور تاعها وراحت دبرت المصحف وشافت بلي المصحف قال هكا هكا هي فهمت هكا مي je ne suis pas obligé de فهم فهمتها parce que انا هذا المصحف ربي نزله لنا كامل للعالمين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للعالمين خلاص داكور ما قالش للمسلمين ما قالش للمسلمين قال لي العالمين اوكي تصلي للعالمين صافير انا جي لو دووا جي لو دووا نفهم واش راهو يقول مي تو موبليش با باش نامن بالامان قلبي هذا سي سامي بارتي ان لا دونك انا نحب راجلي انت تقول لي حبي خرج لك سي جوست سي انت تصلي نصلي ايه منين جبت الاوقات تاعك نصلي مين في القران ما كاش في خمسه اوقات ما كاش الزكاه في القران ايه ما كاش ايه في القران ما كاش كيفاش تصلي ما كاش صلوا كما صلوا من قبلكم واقم اسمع إيه؟ ربي قال لك واقم اقم الصلاه لذكري فهمت لذكري فهمت وقال لك الخمسه اوقات منين جبتي الخمسه اوقات منين جبتي الخمسه اوقات كيفاش وراهم في القران خمس اوقات والركعات شحال من ركعه منين جبتي كاين ثلاثه كيف القران كاين ثلاثه اوقات ما كاينش خمسه اسمع بون انا نصلي صلاتي اللي انا اؤمن بها دوك جو نو ايكو باسكو ما نقدرش ندخلكم في الاخر تاعي خلاص voilà. أوكي. انا اؤمن بها ربي يقول لك دعاء صلاه دعاء صلاه نصلي انا نصلي الصبح نصلي الفجر نصلي والفجر وليال عشر والشفع والوتر ربي اقسم بالفجر حافظوا على الصلوات صلوات بزاف والصلاه الوسطى ذكر ومن هذيك ومن دنوك الليل اطراف النهار فسبح شوفوا ربي عطانا طاعات مختصين بس صح حنا ما راناش والركعات باسكو اي ليفر والركعات والركعات كيفاش شحال من ركعه هاي نقولوا الاوقات اوقات الصبح والركعات اوكي دونك انتي عندك 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 انتي عندك فهمتك لهذا الدين وانا نقول لك كملي هكذايا يسمى بهذا يسمى انتي عندك تربيه تاعك اللي تسمح لك باش انتي مربيه رباك والديك فوالا فوالا سكو جو فودير من الاخر ميرسي سيترون يعطيك الصحه انا نو ما ربونيش والديا نو نقول لك والله ما ربوني والديا اللي رباني ربي وحق الله باسكو مي بارون اي سون با نو مي بارون وراو لي سكو جو دو فير سكو جو دو با فير هذاك هو رباو سي سا سا في دير سي سا هذا سي سكو فولي دير سي سكو فولي دير رباوك والديك معناتها رجعك تحترمي تو ريسبكتيوز تو ريسبكتيوز سبحانه في القران نو لي زاد رباني هو ربي سبحانه كيقال لي بلي ما تتعديش ما تو ني با اوبليجي ما قالوا لا باجي كو سا ما قالوا لا باجي كو سا يا اخي انا وريتك قد بدت البغضاء بيننا وبينكم ابدا انت ما عندكش الكره تاع الناس وكان رباك الله كان راك عندك الكره باش اسمع انا جي مي زامي يسوند ايكوت انا كي كنت هنا في فرنسا جافي دي ديفيكولتي شكون اللي عاونتني كانت وحده سي اون جويف واسمها ليا اوكي عرفت واحد اخرى سي سي اون كريتيان اللي تي مسلمه رضي الله عنها اللي تي كريتيان اللي دوفن مسلمه بعد عاود ولات كريتيان رضي الله عنها اللي كريتيان هادي دارت هادي دارت باسكو اذا هاي تقعدي كملي سي نو ما تفهم با كومبري قلت لك جي مي زامي جي جي جافي انا شو كي تهضري معنا لا فاسون اسمعي سيترون لا فاسون دو بارلي تاعك تبان لي بليك انت انسان اولا وهذا يعارض لو نوايو تاع القران
القرآن ما يقولش هكذا، القرآن يقول لك قد بدت البغضاء بيننا وبينكم أبدا حتى تؤمنوا بالله الواحد. نكرهك حتى تولي مؤمن. وانت ما عندكش هاد التربية طو ميو ضحكت على رباك والديك، ماشي القرآن اللي رباك، امبوسيبل القرآن اللي رباك. نو ميرسي ميرسي. ايما ما عندهاش علاقة، انا ايما ما ميغ الا في با لو نيفو، ما ميغ تصلي تصوم، عندها الحب واش مال، سي با كيسيون نيفو، عندها لو ريسبي تاع الاخر، عندها الحب، عندها الانسانية. Allez, merci Citron, merci. On te laisse, pas question de niveau. On te laisse avec ta fille. Amen, amen, amen. Assenay, assenay. Assenay, tkhekha, assenay, tkhekha. Assenay, waqila, I jay Stella. Stella, habit. Adoubet Allah. I jay adoubet Allah. Stella, masa al-khir. Assalam alaikum. Ana mash kashi kakarmiya li qatliya. اه ماكش تشوف جيمي ترك ماشي شوف انت راسك راه ايوب جيمي انا لاتي ب 99200 هيا كبسو كبسو والله غير سيريو. مس الخير سيترون، مس الخير فرطاس، مس الخير جيلو، اهلا سالو فيونس، سالو تو الموند. انا بون ابارامون سيترون شويه مزروبه دونك انا جو في اتر شويه بغيف. لا انت سي تو نو كرو بلو في الاحاديث سي كو تو ا تروفي كي افي ان بروبليم في الاحاديث، انت ايتون مرا peut-être que je dis les hadiths ma karmouche le mara. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, ouais. Il y a des atrocités. Ani chaka. Ani chaka blli El Saoud darouhom w khlaou bach nas tba, tu vois, khartou ala nas w qalou lhom voilà, il faut tamnou bhad el kitab w il faut tamnou chan nqoul lkom parce que علاش ki kharjou certaines personnes y'aoudou wach qalou dkhlou lhabs. Alors que ça se voit que huma ktbouhom bien w afou kifach ykhartou alina. Mais bon. Bref, il y avait une erreur dans le kitab de Bukhari, on demande le pardon, ça fait longtemps que nous avons fait ce hadith, et ce hadith à la fin, il n'existe pas. Mais il y a un hadith qui a fait ce hadith, ils ont été... Ouais, oui. Non, non, ils n'ont pas demandé des excuses pour ça, docteur Wahabine. Ils ont demandé des excuses pour autre chose. Mais chez Oumanik, c'est d'autres personnes bien avant. Chauffé, Eda, tu as quitté. Enfin, tu ne veux plus croire. Les... Hein, je ne suis pas Sunni. Hein. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Tu as dit que tu étais coraniste, donc tu es le Coran. Donc, Anna, pourquoi je t'ai posé la question les hadiths, tu trouves, bien sûr, étant une femme, tu trouves les hadiths, mais tu trouves que le Coran karam le mara. Alors, chauffez, on a deux petits points. Les, bien sûr, tu es le Coran, donc je ne vais pas du tout parler les hadiths, c'est impossible. Le Coran, c'est très simple. Il y a deux volets très importants. Le tkrim al-mar'a fil islam et l'uboudiya fil islam. Alors, le problème, c'est que tu as dit que l'islam habbas l'uboudiya et tu as dit que l'islam karam al-mar'a. Anna, je vais te dire deux choses yani, qui existent et qui sont vraiment contraires à ce que tu as dit. Tu sais, je crois que c'est faux. Parce que, إذن جو نشوفوا العبودية الإسلام ما كان حتى آية قرآنية بيان سور صريحة في القرآن اللي تقول باللي خلاص حرمت عليكم العبودية ولا ما زدتوش ديروا العبودية، ما كان حتى حاجة. أو كونتخيغ كاين أمور اللي تقنن العبودية. نعطيك لو بروميي كا باغ إكزومبل، كاين واحد الآية نعرفها في سورة البقرة 178، هذه هي الآية تقول لك باللي كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر بالحر والعبد بالعبد والمرأة بالمرأة. يعني سا فو دير كو في هذه الآية هذه القرآن إلا دمي العبودية، بيسكو إذا كان القصاص شغل في القتلى لازم الحر بالحر والعبد بالعبد والمرأة بالمرأة. في الآية دي عندك دو ديسكريميناسيون، عندك لا بروميير دو سيكسيزم بين المرأة والرجل، ولا دوزيام هي العبودية. يعني سي فريمون القرآن إلا دمي باللي كاين العبيد بيسكو دار لهم قانون pour eux. Le deuxième scénario de l'Uboudiya, c'est le Mulk al-Yamin. Et là, le Mulk al-Yamin, on va mettre le zéro la théorie, les deux théories. Et l'Uboudiya, et le Karim al-Mar'a. Est-ce que tu sais c'est quoi le Mulk al-Yamin, Citron? Bon, هما فسروا ملك اليمين انه تجيب انسا جو سي با كوا، مي انا جو كرو با ا سا، جو كرو با ا هاد التفسير الي كوريكت. جو بونس ليغور راهي فيهم هما اللي زون با كومبري ماشي القران. شوفي جو نو تو دي با بلي انت واش مي اون اي لا اون اي لا تقدري تهضري
نو باش تقدري تهضري على هاد لا شوز يو فالور كو تعرفي واش معناتها ملك اليمين. ملك اليمين سي تري سامبل، يعني لا 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 ديفينيسيون ديالهم اي تري سامبل، هما عبد عبيد ديجا عبده بصح وشنو توطا، يعني سي اون اسكلاف سيكسويل صاف دير كو راهي هنايا تخدمك تخدمك توت لا جورني في الميناج تو سكو تي فو اي تي بو تطاوها كيما تحب. بون سي ان بو ديفيرون للعبد الرجل باسكو العبد الرجل نورمالمون تيوريكمون ما تقدرش تطاوه، ولكن بون مي المراه في حال الملك اليمين المراه، المراه سي سي اون اسكلاف سيكسويل، دونك هذه هي لا ديفينيسيون تاع ملك اليمين. سو ني با اوتر شوز، سو ني ني اون اون فام لي تجيبها باش دير الميناج، ولا اون فام لي باغ اكزومبل تجيبها غير باش تشطح، ولا اون فام تجيبها نو سي فريمون اون اسكلاف سيكسويل. فهمتيني بالمقوله اللي تقول وكرمنا بني ادم، وي كرمنا بني ادم وي مي سي سي سا لا تو سي بون هذه اون جينيرال كاع لي كورانيست يامنوا بها ولا كاع لي مسلمون يامنوا بها. Sauf que comment il est contradictoire, c'est ça? Sauf voilà, sauf que rien, tu nous fais rentrer dans une nouvelle problématique, il y a la contradiction qui existe dans le Coran. Enfin, tu yani d'un côté, c'est normal et que tous les êtres humains doivent être égaux, bla 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 bla, et que Allah aime tout le monde et tout. Et d'un autre côté, tu as des esclaves, yani que ce soit les différents types d'esclaves et entre autres, Mulk al-Yamin, parce que il a dit tu vois l'ayat les trucs par exemple. Le comment on appelle ça le zawaj par exemple il dit voilà wahidatun ithnan tal arba'a w tlat arba'a aw ma malakat aymanukum tu vois enfin fa in كيفاش يقولوا يعني اذا ما قدرتوش واحده او ما ملكت ايمانكم دونك tu as tu prends une femme pour l'homme yani il prend une femme ou ma malakat aymanuh fahmti donc yani يقول لك يعني il va falloir que tu Ah bah Daouesh, ils sont en train de... Qui m'a mis Daouesh, je vous le mot, mais bon. Sauf et Roma, en fait, Roma, ils tapent exactement ce qu'il y a. Yani, ils ont vraiment la tariq moustaqim. Et encore, yani, ils sont vraiment top de la pratique de la religion. Non mais c'est vrai ou pas? Non mais c'est sérieux, chauffé. Anna m'a dit ce problème, chauffé. Que tu aies quitté les... Non mais tu que tu... Sauf que tu aies quitté la religion, l'ahadith, c'est génial. Dans le cas du Coran, il y a une autre problématique. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que tu vois déjà ta seule sur ta l'ouzoul ayat, parce que maintenant, il y a des ayats qui sont morts, ayats qui sont totalement contradictoires. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la deuxième partie. Alors, c'est ce que l'islam, ils disent. Il y a des hajjams en soukha, mais ils disent que tu es très bien, tu es bien nasir. Et après, il va falloir que tu revois Shuya Tatkarim al-Mar'a en étant femme. Yani. Il va falloir vraiment que tu revois la notion adhiya ta' l'islam li karam al-Mar'a parce que ma karam hash kamel la. Yani, il ne l'a pas du tout karama. Zid, en plus, zid, vraiment, il l'a écrasé d'une manière incroyable. Et concernant l'abid, à qui tu sais. Donc, on écoute les, à peu près deux exemples. Après, tu sais qu'il y a plein d'exemples du Coran que tu pourras trouver sans parler des autres volets, ta' l'ikin, ta la violence et tout. Ouais, vas-y. Je peux te poser une question, Stella. Merci. Ouais. Est-ce que tu crois que had dunya fiha ilah ou la la la? Non. Okay. Et comment nous on existe? Ou qui ouche qui on existe au folklore? Alors qu'il y a une explication métaphysique li ana yamana men jbeha. L'explication métaphysique, elle est, il va falloir que les gens qui ont inventé l'hikaya تاع الوجود هذه تاع كيفاش خلق ربي كان خلق لو موند واستوى على العرش وبعد جاب ادم وبعد ادم جاب منه حواء et tout ça c'est une théorie vraiment qui est métaphysique شغل نقدر نحكي en tant que hikaya mais scientifiquement elle est irrecevable parce que فيها بزاف مشاكل تقنيه لو كان بداو نهضروا عليهم ما نكملوش. Mais il y a les autres choses qui sont démontrées, bien sûr. Parce que je suis imam fait l'ilm, les hommages sur toutes les théories qui existent, l'évolution et comment l'être humain ou tout ce qui existe sur cette terre, ou là, cet univers plutôt, ont été. Qui vêche ben ou quoi. Il y a été assez et tout. Ça, c'est plus des choses religieuses. Hein. Ce n'est pas des choses.
scientifique. Donc, en ailleurs, je ne crois que les choses qui peuvent être démontrées scientifiquement. Et d'accord, bien sûr, cache dalil à la wujud ilah et que c'est ilah, même s'il ne se manifeste pas, mais il envoie quelques signaux, et bien sûr. Et Jounes, il nous démontre d'une manière ilmiya qu'il existe. Marhaba, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, hélas, Rahou, d'ailleurs, la sieste. Ok. Merci Citron. Merci Citron d'avoir répondu. Merci. Et bonne continuation pour la recherche d'hier. Merci ma chérie. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bislama. Bislama. à la base, j'ai un pincement au cœur quand je vois des gens, des gens gentils, mais drôles. يمنوا بهذه بون بالنسبه لنا حنا تفاهه ويمنوا بها وصل ابورت ان بلس جي با انفي ك باغ اكزومبل سي تران فاز دي ريشيرش باسكو سي في دي ريشيرش وتفهم هاي تخرج من هاد الدين اي بتاتر كان لورا بلو لوبسيون هذيك تاع تامن بالله كل شيء قالت لك الله يستجيب منا سي صا هو مشكل يعني رانا في مشكل انايا وعندي مشكل كي نشوف دي زاتر هيومان هكذايا جي با انفي كي شونج ماذا بيا يبقاو كيما راهم لا خاطرش جاب لهم زياده هذا الدين ليهم وعلى بالي بلي ما يضروش الناس ماشي كيما هذوك اللي طلعوا يسبوا ويطيحوا ما على بالهم بوالو مشكل جو سوي دون ان ديلام راني نخدم باش Oui, mais dis-le en même temps, si elle est montée à poser des questions, c'est qu'elle est en train de rechercher, tu vois. Donc, elle est en train de chercher plutôt. C'est normal. Ok. Allez, juriste. Juriste des ailes. Comme il n'y a pas de justice en Algérie, il y a drap. Juriste. Affaire canon, donc, Gilles. Bon, Iram, désolé. Les gars, Orlando. جوريست بيناتشيك هاي ينسيستي بيناتشيك وي جيلو بونجور بونجور تو الموند السلام je voudrais juste participer concernant le sujet précédent donc au lieu de dire à cette dame à mon avis c'est juste un point de vue hein, que la création de ce monde C'est la nature. Il y en a ceux qui le nomment Dieu. Il y en a ceux qui disent la nature. Et basta. Et la sagesse, on peut la trouver chez les athées comme des gens qui croient une spiritualité, on va dire, pas la spiritualité rituelle. Je suis convaincu moi-même. Et puis, on peut vivre sans religion. Sans religion, on peut vivre clairement. Sauf dans nos pays arabo-musulmans, c'est que ils nous ont, bâillonné pour ne pas penser, pour ne pas critiquer. S'il y avait déjà une critique dans ces pays-là, au niveau scolaire et tout ça, dans la société, je pense qu'on serait plus ouvert. Par exemple, nos gouvernements, je parle de tous les gouvernements des pays arabes musulmans, ils se déclarent musulmans, mais ils vivent avec leur tête à l'occidental, mais ils ne veulent pas avouer et reconnaître comme quoi le monde occidental nous a dépassés à tous les niveaux. Pourquoi ne pas s'y inspirer? Donc, je pense, on est les victimes de ces systèmes-là. Et ils utilisent la religion comme un point de répression. Je ne sais pas ce que si mon message vous parle, mais ça nous a poussé à vivre dans une contradiction. Si on ne fait pas un travail sur soi-même, comme elle l'a dit Stella, je pense tout à l'heure, il faut réfléchir et enlever les points noirs de cette éducation qu'on a ramenée avec nous. Ils nous ont piqué, ils nous ont fait des injections religieuse inventée par l'être humain. Et surtout concernant le rituel, voilà comment tu dois faire tes ablutions, voilà comment tu dois porter ton djinn, voilà comment tu dois te coiffer. Ça veut dire,
il nous fracasse la tête avec un mode de vie créé par eux-mêmes pour nous étouffer. Donc, et une fois qu'on a quitté ces pays-là, si on fait un travail de fond et on balance les idées dans tous les sens, on pourra nous en sortir et vivre paisiblement, je pense. Mmh. Ok. Merci, Benacek. Banacek. Merci Banacek. Beaucoup, Gino. Merci. Ciao. شكون قال الله والله جا حضر معنا تفضل الله مساء الخير عليكم خير وجيلو اني نخمم سيريوزمون انفان عجبني دوبي طون نستناو فيك تخمم سيريوزمون راح تفضل لا نخمم سيريوزمون دوبي هذه ميلي دي زاني انا فرطاس راه عجبني فرطاس راني نخمم حب نعرض عليه الامانه راح نزل عليه وحي نعطيها سوتيان ديجيتال نعطيها سوتيان ديجيتال في لي ريزو سوسيو ونزل عليه رساله جديده وفك علينا اخويا من المشاكل عطينا الدراهم خويا العزيز الدراهم اسمع يجوا الدراهم عندي تشيب انا الى جو خاطيك شغل من بعد خاطيك شغل نرجعهم لكاع مسلمين اسمع نرجعهم لكاع مسلمين في كل ماسك انا صايم رامي يخلصوا لي فرماسيون ما يخلصوا اسرائيل لا يخلص هذا كاع يخلص ام خرد هذوك خرد اه وي ما تخلص بيان كانش خرب الماسونيه العالميه والله خرب الماسونيه العالميه رزقك من حيث ماسونيه موحدين ماسونيه موحدين يضلوا يقودوا لي وانا مانيش مدها فيهم خلاص خلاص الله الله شوف بور اون شوز برك هذوك اللي يطلعوا يدافعوا عليا ويطيحوا لك وكذا هذوك فروشه ما نخصوش معاهم خلاص هذوك جهنم ديريكت بدون حساب لا لا جزائريين مغربيين تونسيين علاش باش نتفاهموا برك حشوالهم اسمح لهم ايه انا فرطاس راه عاجبني صوت العقل يا خويا نكون نديروا رساله انا وياه نديروا افار فهمت كيفاش نخرجوا من المشاكل كل مازال دير لي زافير هذا مع محمد قلت الخامس ليا ولا محمد اسكو محمد عطاك هي هاي ممشات شي هاي ممشات الشركة مع دافيد قتلوه لي موسى خانوها جيزي خانوها واش نبقى نعاود اشاك فوا اشاك فوا كارتا تالي كارتنا لا انتوما كارتر واحد انا بعتني داك تبعتني ما تبعتنيش يا رسول بعتني مسيح دجال لو كانت تبعثني مسيح دجال تو غا بلوس دو ريزولتا تم عرض الامانه تاع الجبال ابين ان يحملها وحملها الفطاس فكان ظلوما جاهلا هكذاك وانا نزربع في الدراهم شوف نعطي لهم كاع بونسيون نقول لهم عندكم شك لو كان تدخلوا في الاسلام الدراهم هذه الروس الامريكا الياباني حنا راح نحيها اصلا من النظام حمد لله نظام عالمي جديد خلاص الدراهم هذه اللي جيت اوزيني واشيان نرجعكم للذهب والفضه بعد يولي صامت لو موند هذا يولي صامت يا جدك الناس قاعد سويسيدي لا ما كاينش دراهم نرجعكم بالذهب والفضه بالمقايضه وملك اليمن ايه اللي عنده فيها ارضاع الكبير لا ما فيهاش ارضاع الكبير لو نوفو موند هذا هذيك فيها ما تحلاش نظام العالم الجديد فيها كواعي باطرابا نحبها انا هذيك انا غير على هذيك ندخل الاسلام انا غير على هذيك ندخل الاسلام ابوسيبل نخرج انا لو كان زعما كان يرضع الكبير ما نخرج من الدين عليها نخرج كثرنا من كواعي باطرابا هذوك رضا الكبير وكامل كثرنا منهم باش نجيو هيا ميرسي الله ما تهبطني لا سامباتيك ايه نهبطك بيان سور نهبطك لا الله ونهبطك يا ربك اللهم ياكلش معنا يا ربك نهبطوا ربو ما تحشموا ديجا حنا رانا مغضوب علينا زيدوا لنا من فوق
حامد فكي لي تي لا. السلام عليكم جماعه. اهلا. مولف انتما تبوزيو دي كاسيون، عندي جوست اون بتيت كاسيون برك. اسكو انتما كريتيان ولا اتي ولا جويف ولا انا يهودي؟ هكذا باش نقول لك باش نهضروا عليك. صح انا يهودي. داكور اوكي، سوا تو يهودي ولا كريتيان ولا اتي. انا ربوبي. داكور انا ماشي يهوديه. ما لي نهضر مع جيلو انت يا انتي مازال ما زادش اللي يقول لي السكتي. اسمع لو داني قال لي السكتي عبك واش صرا له؟ واش راه يقول لك واش راه له فيكتويلمون؟ واش درتي فيكتويلمون؟ والله ديريكتور بلوكا فيكتويلمون. اذا كان انا نقول لك هذا كيستيون لامبوزيش ما كيستيون. بون اني واي تقدر تريسبكتيني شويه قبل ما تبدا تبوز لا كيستيون تاعك يا البهلول. اوكي راهي البركه عندك شكون اللي جاي من الدشرة؟ لا بليبار، لا بليبار هنايا. الدشرة معناتها بلاد قبائل، جيلو يا قبائل، الدشرة معناتها بلاد قبائل. وعلى ماشي الدشرة؟ وعلى ماشي الجهوية؟ وعلى ماشي الصحراويين؟ وعلى ماشي وهرانيين؟ وعلى غير انتم؟ فهمت يا جيلو، فهمت. سينما قبائل، قبائل. ايه قبائل. وعلى؟ تهضر على القبائل. لا قبائلي. قول لي قول لي ربي ديريكت. حميد. حميد. ما تديروهاش كيما اللي شفت لعبوا لا بيكتيميزا. اسمع موالفين، اسمع والله موالفين يقولوا لي زواف، موالفين يقولوا لي زواف، المنافقين تاع الجزائر يقولوا لي ما يقولوش القبائل، بالحيله يجي يقول لك لي زواف. هذا خرج لي العيب، قال لك علاش انتوما كاع قبائل؟ شوف الكره تاع القبائل يا جدتي. شبيهم ناس الدشره، شبيهم ناس الدشره، ناس ملاح ناس الدشره. شبيه حقر. عجب عجب عجب، ما تفهم والو يا ربك. سي لي الاسلام مع كراهيه القبائل. يسون لي والله العظيم غير يسون لي. يا ابسوليومون اوكان دوت، انا جي اوكان دوت بلي كراهيه القبائل في الجزائر مبنيه على العقيده الاسلاميه. اسمع لي طيح مبروك يا ربوه. سي با كرويابل انت فوار هاد ديسبري هذا يا الخو. شوفو جور سي تري غراف. تقدر انت تيماجيني ان مستقبل مع بنادم كيما هذا؟ لو كان يكونوا 10 كيما هو يبوزوني لو باسيفيك يا جدك. ترميهم في الباسيفيك. ما يبقى والو يا ربك. اي سامي صحيتو لكيف؟ مع السلامة. مع السلامة عليكم. واش راكم لاباس؟ تابا الله دونكي. واش حبيت نقول لكم؟ جيلو انا ديكوفريتكم في يوتيوب. اهدر واش حبيت وطلعت معاكم ب ما طلعتش قاعد نشوف برك، قاعد نسمع برك مي بصدق هكذايا، وقاعد نسمع وطحت على فرطاس اونسيالمون سعيد ستيلا بيان سور، وقاعد نسمع ولا دانيير فوا فرطاس الى بارلي دو سو بوين. قال انايا بليك سون بوين دو باسكولمون سيتي ويوم كورو والله خير الماكرين. انت واش قلت صحيتو لي كي صحيتو ليكيب؟ ليكيب. واش دخل لي كي؟ واحد دار كومونتير ماشي هو خاطر. انا جامي انا جادور لي فام بور اتر كي جو سوبوز فرطاس اوسي ستيلا جو سي كالي ايتيرو ميم ستيلا ادور لي فام قالك Mais on n'a rien à foutre des gays, c'est pas notre problème. Aïe, Sami, vas-y. Fais attention. Je vais te dire que c'est le sujet. Mais vous savez, c'était la mobilette, tu as compris. Qui parle Fartas
درني مسيح الدجال ومن بعد قالت لك فرطاس تخيل روحك بعين واحده عبد جاتني إيلي ماس في راسي جيتي موغ دو رير بس بصح ماشي عنده عين واحده هذاك الدجال نومي بصح لي ماس السيكلوب عور 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 السيكلوب فرطاس عنده عين واحده تيماجيني قال كيماجين فرطاس وعنده عين واحده تسمى شغل جاتو ايماج ها الدجال ها الدجال فرطاس نومي بصح العين في الوسط شو وين عندك الاخر تاع البوني لا ماك تاع البوني ما عندك العين نورمالمون شايف السيكلو ايماجين اوتر شوز مي بون بري المهم هيا فازي سامي لو بوان دو باسكولمون انايا سيتي قاعد نسمع فيكم بصدق مي بصح لو تروك كو جي ديكوفير عندكم في هضر واش حبيت باسكو شكون انا طحت على عباد هكذا دي زالجيريان كيما انا مهبول بالجزائر كيما دي سونتين دوتر جو شيرش جي تروفي دي جون انتريسون كي ديسكوت نورمالمون نوتامون دي فرانكوفون اي تو سيتي تري انتريسون والنهار طحت على الحكايه تاع زايد سيتي سا لو بوان باسكولمون انا بور مو انا تاعي je me suis mis à la place du gamin ou là à la place du père ou là comme une meuf peut se mettre à la place de d'une femme qui va se marier avec le mari de la fille qu'elle a adoptée et franchement ça c'était atroce et en plus tu peux pas le réfuter parce que Kain parce que Kain aya qur'aniya tout simplement wala ma qada minha zaidun wa tara franchement ça m'a fait tellement mal cette histoire c'était ana hada huwa mon point de basculement c'était atroce et je pouvais pas قاعد نطور من ما 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 لقيت لهاش حل je pense que je sais pas il a عنده تعقيب فرطاس انا je suis prêt à le prendre et merci beaucoup c'était juste pour vous partager ça et vous remercier okay. parce que le اليوم c'est grâce à vous merci beaucoup et comme ça j'aurais jamais باش نفهمكم بلي comment j'ai rentabilisé هذه الهضره واش حبيت وانت جيلو et merci فرطاس merci beaucoup comment j'ai rentabilisé aujourd'hui j'ai fait jamais que n'imaginer faire rien dire un crédit à la banque où je deviens propriétaire aujourd'hui bravo comme Thomas j'ai fait un crédit je suis devenu propriétaire yatikum saha barakallahu fikum ma'alech ila tqiskom merci beaucoup partage yatikum saha bzaf saha c'est un plaisir Vous êtes des dizaines de milliers qui m'aident, hein, donc on reçoit des messages au Kamel, et mais on est très heureux de vous voir. Ça fait plaisir, Djilo. Ça fait plaisir parce que, Kallek, je me suis empêché de prendre un crédit bancaire, parce que, écoute, muslim, Chawhali, Kallouli, Blik, le crédit bancaire haram, alors que, had doul, had oumaga, li kharjouna, had l'aqliya, daishi, had yata, le crédit bancaire haram, oumaga, y khadmou, بالحرام صديق السعودية الإمارات قطر مصر قاع لو سيستيم بانكير ايت ان سيستيم بازي على الربا باسكو سيستيم كوم الو لا يعني بلو او دو لا دو من الفائده سعر الفائده اي تو سا كان عندك الاسلاميك وانا جو سوف يعني سي با كوندانار لو كريدي سي با كوندانار باسكو تو اكتسلف دراهم ou qui te draham, il y a un risque associé, donc tu payes ce risque-là, tu le payes, parce qu'il y a des gens qui te donnent un capital. Il y a quelqu'un qui me donne un capital pour t'acheter les dars, allez, je me donne, qui me donne une faïda. Allez, je me donne un risque. Ou qui me donne le capital pour faire un business, ou pour acheter une maison, parce que tu as un toit sur toi, tu es en train de bâtir une propriété qui sera un patrimoine que tu vas léguer à tes enfants, mais tu vas aussi stimuler l'économie parce que avec le dar avec les petites tables ils ont une assiette ils ont le plombier ils ont l'électricien ils ont les fenêtres ils ont le drogue ils ont le hatab ils ont la céramique هذو قاعد يخدموا وعلاه علاه خدموا parce que toi tu es allé à la banque et tu as cherché à prendre un crédit باش تعرف بلي هذا le système de crédit و سعر الفائده ماهوش ربا au sens تاع لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه ce qui est dénoncé في القران هو الربا اضعافا مضاعفه
qui n'est pas le cas يعني, dans les économies modernes. ما عنده حتى معنى انك تحرم الربا. ولكن اليوم واش انا نشوفه بفضل الاسلام هذا الشيطاني, مام لو بريزيدون لا ريبوبليك يخضع الى حكم الاغلبيه الساذجه. واش يقول لهم؟ يقول لهم انا درنا لكم بنوك اسلاميه ما فيهاش ربا, حطوا دراهمكم في البنكه. تي فوا او لي فهمهم بليك ما بليك سكون في سي كيك شوز دو تافي نورمال, وبلي الخرافات الاسلاميه هذه لا تنفعكم وتعيدكم الفقر كما يعيدكم الشيطان الفقر. انت لو كان الاخ اللي طلع لو كان ما داش ان كريدي بونكار ودار اون ميزون, واش راح يدير؟ يفا بيي الواي توت سافي, يفقر مسكين, يفقر يخرج فقير. وهذا هو واش يوعدك الاسلام, يوعدك الفقر باسكو tu n'es pas intégré في لا سوسيتي اللي راك عايش فيها. Et je suis content pour toi, je suis vraiment content pour toi, pour ce petit détail. Je trouve que c'est gratifiant, que tu aies pu prendre une décision pareille. Je suis certain, et tu as une maison, tu es un propriétaire qui m'a l'actrôle, et c'est excellent, c'est super. Merci Dieu. Ok, Algérien. Moi je voulais juste répondre à la gueule, les publics, Inch'Allah, machin et tout, après on trouve le monde, Inch'Allah. صحيح خلاص هاي فرينا. المهم ما جبولي جوست دوني مون بوان ديو فيت ما بور موا سي با بارابور على ليكزيستونس دو ديو ماشان اي تو. انا بور موا انا نخدم بلا لوجيك فهمتني. انا بور موا يا اوكين كرياسيون سون ان كرياتور تو فوا. دونك انا كي تقول لي زعما شي با لو كرياتور دون فواتور, يا ان كرياتور يا ان كرياتور فهمتني. مجمع حاجة مجمع حاجة خلقها الخالق, كان خالق مورا مجمع حاجة مخلوقها كان خالق. Tu vois ce que je veux dire par exemple un avion, كان واحد خدم l'avion. La nature c'est pareil, la nature. Oui, on a compris. Voilà, il y a une force derrière tout ça. On peut pas nier qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? مي بصح الحجة شوف انا راني كيما انت, انا نامن بالخالق, راني شي في كوم توا, مي جي بوكو دو ريسبي او زاتي باسكو لي زاتي عندهم بونس. لا سكي امبورطون سي كو لي زاتي اللي يقول لك ما كاش خالق عندهم اون ريبونس, سي اون ريبونس بويسونت ماهيش ضعيفة لا ريبونس. يقول لك سهلة سي اني تخي فا الي تخي فاسيل. يقول لك الا كاين خالق تاع هذا الكون, شكون اللي خلقوا الخالق هذا؟ كيفاه شكون اللي خلقوا هذا الخالق؟ كيفاش يكون هو خالق؟ ايوا شكون اللي خلقه يا اخي؟ كل حاجه موجوده عندها موجود. لوجيك تقول بليك انت راك عطيت ان برانسيب, تو دوني ان برانسيب فونداتور, مجمع حاجه انتيليجونت عندها اللي خلقها. معليش بصح لو كان نروحوا في البرانسيب هذا في لا لوجيك هذه تما ما نخلصوش بها, وهذاك اللي خلق بيان سور ما نخلصوش. دونك سي بور سا كو ليدي تاعك سي تو فو نو امبوزي لوجيك لي زاتي عندهم سكي كاست لا لوجيك يعني. دونك il faut pas que je colle, il faut pas jouer au malin avec un athée. هذا ما كان, هذا شنو نقول غير ريسبكت. خلينا من الربوبيه صح. بوكوا سا اكزيست لا مور دون سكالا بوكوا اون ني با توس ايترنيل؟ Pourquoi pas là? Il y a une autre question. Il y a pourquoi pas? Là, il y a une autre question. Il y a pourquoi pas? Avec une autre question. Moi, j'aime la mort. On aime le mot. Le mot, c'est, elle est belle la mort. Non, mais juste, ben oui, je sais. Elle est belle la gamme qui est par là, elle est belle. Ça reste qu'elle est le mot mal. Tu poses la question d'un point de vue philosophique ou la scientifique? Pourquoi il y a des fleurs? Pourquoi il y a des fleurs? Pourquoi il y a des oiseaux? Ben justement, pourquoi? Pourquoi il y a la neige? Pourquoi? Pourquoi il y a Gilo? Pourquoi il y a punaise? Je vais mettre le saut. Sauf Algérien, il a te poser la question d'une manière scientifique. La réponse est simple, ce n'est pas un problème. Il y a des mécanismes physiologiques, il peut y avoir la mort, ou il y a la mort, ou il y a le corps, mais il peut y avoir éternel.
دركا اذا سي اون كيسيون فيلوزوفيك هذه هي لو تروك انا باش نقول لك يعني في الاتي با تو دير جو سي با اه با فوالا يفو سافوار الو نو نو il faut pas savoir non je ne sais pas c'est une réponse tu peux pas non tu ne peux pas je ne sais pas je ne sais pas est une réponse c'est une réponse et c'est une réponse logique parce que la question tac la question tac pardon pardon la question tac laisse ta معجز ماكش تعجز حتى واحد يعني كاسكو سا بروف انت كي تقول لنا بوكو لا مور كاسكو من بعد حنا حصلنا ما نعرفوش لا ريبونس كاسكو سا بروف غير لا 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 سمح لي شحال كنقول اسنا كما كملتش انا واش كنت نقول شوف باسكو اذا جو دون اون ريبونس دون سيت كيستيون سا فو دير كي با فالور كو جو لا ديمونتر دركا وشنو هي الحاجه اللي هل بو ديمونتري زعما في التروك تاع الميتافيزيك ياك حبينا نقولوا باللي كاين لا مور باسكو مور لا مور يا كلكو شوز كي دو اتر في اي با يفا فالوار مو ديمونتري وشنو هو لو تروك كي دو اتر في ابري لا مور سي تو يعني يفا يفا فالوار بروفي بوكو دو شوز فهمت يعني ابري كون تو نو سي با باسكو صح اون نو سي با اسكو كلكان سي وعلاش لا مور اكزيست اسكو كلكان سي ملي نهضر في لو تروك عند في لا فيلوزوفي هاد الحكايات انا ما انا يعيو لي شويه لي تروك تاع الفيلوزوفي انا عيني بلي كما كشرب ما نقدرش نقول لك بلي ما كانش الرب انا ما نقدرش نعطيك اون بروف على كيك شوز كي نيكزيست با سي با بوسيبل دونك اون فوس على بال سان رينا فوار سان رينا فوار يبقى فالور كو تو كومبريني كاين اون ريغل كاين اون ريغل كاين اون ريغل وعلى تي بارل دال هاي خير نهضروا كاين اون ريغل كاين اون ريغل باسكو جو نو بو با جو نو بو با ديمونتري كيلكو شوز كي نيكزيست با جو نو بو با ديمونتري لا نون اكزيستونس دو كيلكو شوز ما نقدرش انتي ديجا انتي ديجا سي بروف صح صح سمحي لي سمحي معليش معليش خلينا هاد الدقيقه برك طون اريا 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 غران بير tu l'as vu toi je l'ai pas vu donc il existe pas non biologiquement il existe pas je peux le démontrer des bêtises arrête de dire des bêtises ça n'a rien à voir biologiquement je peux le démontrer on a la preuve on a les preuves les preuves comment que ça marche Blé, effectivement il y a eu des gens avant nous qui les djabou d'autres gens qui maintenant mais voilà, ce n'est pas toi algérien voilà, ce n'est pas toi qui nous prouve l'existence de du créateur rien écoute les canailles كيفاش واش هو نو شوف الحكايه تاع لا فواتور والتليفون اي تو سا سا لا فواتور سا لا ستريكتومون مي نو باسكو هادوك سي دي برودوي اون لي ا برودوي لي زون اسامبلي اون لي ا برودوي ولا لا لا نو دون سيريو باسكو دوكا سي اون تري بون كيسيون لي بوزيت عليك لي لوجيك قول لي كيفاش بروف مو ليكزيستونس دو كرياتور خليني نكمل لك حبيت نجاوبك ولا ريبون فازي ريبون بلا ما تقلقش جيلو خليني نريبوندي يا سيدي بلا تقلق بلا والو قلت لك ليكزيستون بور موا داكور moi-même c'est une preuve tu vois ce que je veux dire la nature qui n'arrête pas le fonctionnement par exemple quand tu prends un pays d'accord ou là ma كاش président le pays هذاك ما يمشيش s'il te plaît algérien ma تمدناش des exemples mais c'est un exemple de faux exemples هادو مقارنات non المقارنات هادو ما زائفه d'accord ça n'a rien à voir le pays نو ماشي واش يعجبني طلعت الضارب انت ولا طلعت باش نهضروا نو اذا طلعت باش نضارب انا درك هذوك نسكت قاعد تضارب وحدك مع الاخر مانيش نضارب اختي مانيش نضارب انا كاين نو ما تقوليش حابه تسمعي واش يعني يعجبك انا ما تمانيش ما عنديش اون ريبونس انا جو مون فيش انا دو لا ريبونس كو فادوني بصح بيسك انت فتحت الموضوع دونك لازم تهضر عليه داكور tu ne peux pas aller chez des gens قول لهم prouvez moi que le dieu n'existe pas واش نوت لا كيسيون هادي لو كونترير اي بون prouve-moi qu'il existe ça et d'accord il y a un créateur toi tu n'es pas une preuve toi tu es une preuve de beaucoup de choses tu peux être une preuve de le créateur hada tu peux être une preuve de l'existence de quelque cellule tu peux être la preuve de l'existence de quelque poussière tu peux être la preuve de tout et n'importe quoi donc il va falloir se concentrer sur le créateur alors je connais le créateur est-ce que c'est un rab est-ce que c'est quelque chose d'autre c'est ça si tu crois qu'il existe va falloir que tu apportes une preuve c'est tout si tu ne sais pas tu dis je ne sais pas et c'est tout normal avec je ne sais pas c'est une excellente réponse mais بصح الواعلة 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 كي يكون على بالك وتعمدي عليها tu vois هذه هي الواعلة شكون على باله يعمد عليها شكون على باله ولا يعمد عليها انت au fond de toi على بالك بصح كي تعمدي انا واش تعرفني انايا دخلت في le fond de moi je connais c'est quoi le ما نتهضر عليك بي سبيسيالمون ما انت واش راكي تهضري راكي تبيني بليك انت au fond de toi tu vois
Tu sais la vérité. Mais qu'est-ce mais quelle vérité je sais au fond de moi? Comment tu sais que moi j'ai au fond de moi une réponse? C'est quoi le truc? Un exemple, ben tennas. Un exemple. D'accord? T'es musulman, Jérémy. Qu'est-ce? T'es musulman, tu crois? Voilà, voilà, la vérité, voilà, mais elle est belle, wesh. Pas l'examen robot, bézama. Anaya, tremami. Anna, elle est belle, blik. Sur le tremami, ma logique à moi, tu vois. Ma logique, je sais qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Le monde, il ne peut pas. Le monde, il ne peut pas. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Impossible. Mais ce n'est pas grave, normal. Mais allez, ce n'est pas grave. Et là, tu crois ça, ce n'est pas grave. Sinon, tu ne peux pas imposer ça aux autres. Non, je ne peux pas. Parce que quand tu me dis, blé, au fond de toi, tu connais la vérité, Zamal, la réalité, blé, qu'il y a un Dieu qui existe. Là, dans ce cas, tu étais en train de m'imposer ton idée. Maintenant. Non, tu ne peux pas dire ça. Ah, si, mais alors que, comment tu me dis, je sais qu'au fond de toi, tu sais. Je sais quoi, Anna, au fond. Je suis straight to the point. Je suis directement droit. تما كيما تقدر ديري والو تقولي للناس راه دوكا وليت ما نقدر ندير والو ثاني هذاك مصبر قدرت حال على هذا كيسيون باغي ماني حايب ارجعني اسمعني بيان راني قبل افون نهضر لك باكري كاع يا بي شاك بقعه شاك دشره عندها سا بروبر ريليجيون وي شاك دشره من بعد جات لا سيونس. اسكت انا نهضر بلا قلب برك ما تزعفش باش تفهم. اي صح خلاص حاجه ندير الميوت. من بعد جات لا سيونس هذه نعلت الله عليها نحت البيزنس بزاف الناس. علاش بقاو الاديان بقاو انفيرون 4000 بتاتر ان بو بلوس دو 4000 درك ان 2023 كاين انفيرون 4000 ديو يامنوا به باللي كاين خالق هذا والخالق على حسابهم وعلى حساب المحيط اللي راهم عايشين فيه. بوركوا يا انكور سي كونري عند لتر هومان باسكو لا سيونس نو بو با بروفي لينيكزيستونس دان كرياتور. نهار لا سيونس pour prouver l'inexistence d'un créateur, un homme dit Rab, Rab, hada. Une fois pour toutes. Il faut du temps. Dans un milliard d'années, la science ne pourra pas prouver l'inexistence d'un créateur. Ce n'est pas possible. Allez-je ? Parce que scientifiquement, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Allez-je les expériences, les chefs-d'œuvre, les scientifiques, de renommée mondiale, Matthew Pasteur, leader de l'expérience de la génération spontanée, il a prouvé devant tous les savants de l'époque, les années 50, que la génération spontanée n'existe pas. Rien ne peut naître à partir de rien. Si tu as zéro, tu auras zéro. Tu n'auras pas 0,1. Même zéro, عندك zéro. Même la شيء, عندك la شيء. ما يقدرش يكون عندك حاجه واحده اخرى. الوغ بهذا الاكسبيريونس هذه حنايا بالسيرفو والفهم اللي عندنا من المستحيل يكون رب بلا ما يكون خالق الرب. اذا لقينا خالق الرب من هو خالق الرب ومن بعد نوليو ديفو ما كاش نهايه. اي سي بور سا كو ديو سي بور سا كو ديو هاد لو ديو هذا اكزيست سي تو. وهذه سي اون ايدي انجينيوز نعلط الله عليه هذاك بن غوريون اليهودي اللي قال الرب راهو الفوق باسكو كان فرعون نارمير سي لو بروميي كي ابروني لونيسيتي دو ديو. ديو اتونيك وانا هو فرعون و 100% دي فارون على ليبوك كرويي باللي فرعون هو رب واللي ما يامنش يقطعوا له رب راسه. حتى جا اليهودي هذا قال كاول فوق
الفوق ما تقدر لا تطير لا 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 تربب دونك tu peux le faire parler à ta guise هضر واش تحب اكتب وقول وقول انا رسول الله وهضر معايا وقال لي الوغ كو هادو كاع صار عليك الرسول هذا اللي قال لك رسول محمد كان صعلوك صعلوك بيدوفيل سراق خداع كذاب منافق تو الى توفي ديلو اسمح لي خويا اسمح لي بصح انت راك تهضر على لا سيونس اسكو لا سيونس الا دي كوا لا سيونس الا دي كو لومان سي ان ديسوندون دو سينج سي سا او با روح 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 عاود اقرا روح عاود اقرا روح عاود اقرا يا رحم بابا لا لا عيب روح عاود اقرا راني فاهم انت عيب عليك على عيب عليك قالك قالك بليك الانسان لعب لعب قالك زعما جا ان ستاج افيك ليفولوسيون ولا انسان شكون قالها شكون قالها هذا با لا سيونس لا دي سيونس شكون والبشر جايين من سلسلة واحدة هو كاع حتى العصفور جاي من سلسلة البشر كيف كيف حنا لابكتيري حنا كنا كاع دي بكتيري حتى لو فير دو تير كان بكتيري لا لو فيرجزنا على هذا الموضوع on peut pas dire ça comme ça شوف واش ما فهمش الالجيريان الالجيريان سكيل بو دير سي كو كانوا كاينين مجموعه سانج des singes comme ça. On va dire que les singes ont une transformation dans le corps de l'homme où ils ont donné des humains. C'est ça, les Algériens. Non, oui, non, c'est presque ça. Au fait, ils ont dit... C'est quoi? C'est quoi? Au fait, la science, amenons la science, ok? Les scientifiques, il y a des scientifiques qui ont oublié l'examen, l'existence de l'humain, parce que l'humain est un ninja. L'humain est un ninja. J'aime le singe. Donc dans ce cas-là, si l'humain aime les singes, pourquoi il y a toujours des singes? Tu vois ce que je veux dire? Algérien, c'est ce que j'étais en train de dire, parce que j'ai envie de reformuler ça d'une autre manière. Algérien, merci, merci. Le singe jamais met être humain. Enfin, il va falloir que tu retiennes la théorie de l'évolution, parce que franchement, dans mon cas, il fait rien. Ils l'ont pas compris, on a comme nous ici. Il y a des refaits. Bon, il est descendu. Ouais, ça. Ouais, mais il est un peu lourd. Benadji. Oui, juste je donne pour le singe, c'est une histoire vraiment, un musulman qui dit ça, vraiment c'est incroyable. Il a du mal à croire que le singe peut, par modification ou la mutation génétique, devenir un être humain tel que nous le connaissons, un être humain primitif, primate, puis changement, etc. Moi, je connais pas beaucoup ces choses-là, mais je connais le côté biologique un petit peu. Par contre, il croit que Adam, il vient de l'argile. Maintenant, Adam, il n'a pas de problème à le croire. C'est inimaginable. Moi, je trouve ça vraiment inimaginable. Yani, pour lui, je rigole, القلة تاع جداتي هو سي سا كوزين يعني ان بو دارجيل لا طاس دو تي بور لوي سي سا في بارتي دو سا فامي يقدر يزوج بها يقدر يزوج بها يقدر ماشي من المحرمات لا 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 كوزين زوج بها نورمال لا كوزين على بها عندنا بزاف قلات حنايا في الجزائر نقلل داير العال كومون بوتو ادميتر سا مينتونو كونت ايليا ان سيانتيفيك مسلمان Il en existe aussi parce qu'ils gardent aussi leur... c'est-à-dire, ils mélangent un peu tout, ils font semblant de croire ceci et cela en même temps, même si c'est contradictoire. Même si on va plus loin, l'argile, est-ce que les composants à l'argile, est-ce qu'ils peuvent former un être humain? Ce n'est pas possible parce que la base de l'être humain, c'est un atome qu'on appelle le carbone. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a même pas de vie, d'être vivant,
sans l'atome de carbone, ma kanch, ma tqaddrch, ma kan aucun être vivant formé d'oxygène, d'eau, H2O ou d'hydrogène, plus la silice, plus le potassium, plus le sodium, plus je ne sais quoi. Ça n'existe pas si tu n'as pas le carbone. Or, dans l'argile, il n'y a pas de carbone. C'est impossible. Par contre, fil qarn sab'a ou plutôt même 1000 ans ou 10000 ans avant, les gens croyaient que l'être humain, donc les quatre ensemble, la terre, le feu, etc., etc. Pour eux, c'est normal que l'être humain, d'ailleurs, on dit toujours, il revient à la terre, etc. C'est des croyances, ça n'a rien de scientifique. Donc, vouloir dire que je n'accepte pas la théorie de l'évolution, et en parallèle, j'accepte que ça vient maintenant, ça, je crois que c'est vraiment absurde. Ensuite, je passe à la deuxième chose. L'être humain, vous et moi, maintenant, en ce moment, ceux qui ont plus de 15-20 ans, est-ce que les cellules que nous avons sont les mêmes que celles de notre naissance? Absolument non. Les globules rouges qui sont dans mon corps en ce moment, le jisme diali, le kouwirat hamra, je ne sais pas comment on les appelle, ce ne sont plus les mêmes. Celles que j'avais il y a 6 mois, je ne les ai plus. Les autres cellules, les autres cellules, toutes ont été changées. Les composants d'Yahoulhom Get Bdlou, en termes clairs et nets et scientifiquement prouvés, le corps humain entièrement, les molécules qui le composent entièrement seront changées en l'espace de 15 ans environ. M. Djilou, M. Fartas, Mme Stella et tout le monde, on n'a pas le même corps d'il y a 30 ans. Comment peut-on dire « il m'a créé, je suis là » Mes cheveux, mes cheveux, ah, mes cheveux, rahouma ou laouch, ya rabbak. L'hachia, non, charbak li rah. Sinon, le dernier point, un dernier point, s'il vous plaît. L'idée de croire qu'il y a toujours un créateur, ça je m'oppose avec M. Fartas, excusez-moi, je vais vous poser juste une question. Est-ce que tu peux croire qu'une droite a une limite? Mathématiquement. Ah, la question, il y en a. Dans un espace euclidien plan, elle n'a pas de limite. Non, non, dans ta croyance à toi, qu'elle soit espace euclidien ou espace je ne sais quoi. L'espace euclidien. Non, le niveau de l'Anachin fait, il n'est pas certain qu'il soit plan. Il peut être courbé. Donc, une droite, elle va boucler comme un cercle. Physiquement. Pardon. Physiquement, c'est-à-dire si tu prends une direction dans l'espace ou tu continues à voyager à la vitesse de la lumière ou la plus qui m'habille, tu vas retourner vers le même point au bout d'un certain temps très 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 lent, bien sûr. Et si l'espace est courbe. Mais si ton chemin est droit. Il est droit. Il est droit et pourtant il est courbe. Mais non, dit, pas, ça s'appelle la géométrie riemannienne, c'est un autre sujet. Oui, mais quand l'échelle, tu diminues l'échelle, tu vois la courbe. Non, 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 non. Sauf qu'il y a la géométrie d'Euclide, qui est un concept. Non. C'est pas sûr qu'elle existe. Ou qu'il y a la géométrie de Riemann, qui correspond mieux aux théories physiques, la théorie de la relativité et tout. Ou chez Kolek Riemann, c'est bien. Riemann ou chez Kolek. Imaginez une sphère. Une sphère. Heila, parfaite, mathématique. Au Foukha, Aïchine, des animaux parfaitement plats, dénués d'épaisseur. Ils n'ont pas d'épaisseur. Ou les animaux Hadouma, ça peut être des formes géométriques, cercles, carrés, mais en tout cas, elles sont plates et collées à la sphère. Ou elles sont tellement petites relativement à la sphère qu'on peut les assimiler à des points. Quand ces animaux, ils roulent, c'est-à-dire ils mchient ou fadak l'espace, quand ils veulent tracer une ligne droite, ils vont tracer le plus court chemin entre deux points. Ils penseront que leur chemin est droit,
Et c'est vraiment droit, c'est la ligne droite. Le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite. Et pourtant, nous qui sommes à l'extérieur de ce monde, nous voyons très bien que c'est un arc de cercle. Aussi proche soit-il d'un morceau, d'un segment droit, c'est un arc de cercle. Zid, dans un espace euclidien, qui est un axiome très connu, ou un postulat, il dit que d'un point extérieur à une droite, on ne peut tracer qu'une seule droite. Ça, c'est un postulat. Une droite, d'un point extérieur à une droite, on ne peut tracer qu'une seule droite parallèle. Parallèle. C'est très important de dire parallèle. Oui, Donc, si tu as une droite, tu marques un point à l'extérieur, on te demande de tracer une droite parallèle à cette droite passant par ce point, il n'y a qu'une seule droite qui fait ça. Dans le monde de Riemann, il y en a plusieurs. Il n'y en a aucune, pardon. Toutes les droites parallèles se coupent. Elles se coupent en deux points, qui sont les deux pôles de la sphère. À deux les animaux. Z, dans un espace euclidien plat, la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Dans un espace de Riemann, le triangle a toujours la somme de ses angles supérieure à 180 degrés. Il suffit de tracer un triangle qui passe par un pôle vers la ligne qui divise les deux sphères. Où tu fais 90 degrés de ma, tu reviens vers le sommet, et ben tu as un triangle qui a trois angles droits. Ça fait 270 degrés. Et pourtant, ceux qui ont tracé ces triangles sont certains qu'il est composé de segments droits, parce que c'est le plus court chemin entre deux points, et que finalement, ils ont construit un triangle dont la somme des angles est supérieure à 180. Donc la géométrie. Et la conception, les conceptions géométriques dépendent du monde dans lequel tu vis, dépendent des dimensions, dépendent de beaucoup de choses. Mais donne un autre exemple, parce que j'ai mes raisons, j'ai essayé, j'ai beaucoup de respect aux athées. Je pensais qu'un athée était un imbécile, un gars stupide, tu vois. Moi, qui va s'il peut. Comment peut-il oser imaginer que l'insanité n'a pas l'intelligence de l'homme? Mais aujourd'hui, je me suis calmé. J'ai beaucoup de respect aux athées parce que je ne suis plus musulman. Ou je suis more open-minded. Mais moi-même, je n'ai pas pu entrer à l'idée de l'homme. Je suis toujours. Moi, je ne crois pas à l'idée même de la création. La création n'existe pas. Je comprends. Je connais l'homme qui a créé la création. Bonsoir à tous, c'est possible de réagir ou pas, s'il vous plaît? Attends ton tour, si tu es pressé, pars. Attends, ils sont en train de parler. Je l'écoute, qu'est-ce que tu parles? On a pris du métal, plastique, je ne sais pas quoi, plein de choses, et on a fait une voiture. On a transformé de la matière en une autre matière. Et moi, je reviens au truc euclidien, c'est la question que je t'avais posée, c'est est-ce que tu acceptes dans ton esprit, que ce soit euclidien ou pas, qu'une droite n'a pas de limite. Ton esprit l'accepte quand tu as étudié La conception de l'infini, Yanni. Oui, la conception de l'infini. L'infini, il l'accepte, Yanni, il intégré. C'est ça. Pourquoi ton cerveau, il accepte la conception de l'infini dans ce cas-là et il ne l'accepte pas dans la conception de l'existence en tant que E, avec E majuscule, l'existence en tant que telle? Non, Anna, je n'ai pas de problème avec ça. Anna, je pense que nous sommes des esprits infinis, éternels, qui ne meurent jamais. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de création. La création, comme avait dit Gillo, on ne crée rien à partir de rien. Tout est transformation. C'est Pasteur qui a dit simplement. Allez, on passe la parole à Aigle Noir. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de me donner la parole à Dilou. Je parle pas arabe, désolé hein, pour... Non, vas-y, parle français, pas de souci. Peu importe, ok. Moi, je voulais juste poser une question à Stella, parce que je voyais que tout à l'heure, elle coupait la parole très souvent à... Tu es venu régler tes comptes avec Stella? Non, pas du tout, non, je voulais juste lui poser une question, c'est tout. Qu'est-ce qui te prouve, du coup, l'inexistence de Dieu? Parce que lui, c'est la question qu'il t'a posée clairement, mais elle répondait pas, tu vois. Donc je voulais juste lui poser cette question.
Non, je ne lui coupais pas la parole, c'était lui qui coupait la parole. Bon, ta question c'est que je prouve l'inexistence de Dieu. Ouais. C'est pas que je ne veuille pas répondre, c'est parce que tout simplement c'est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. C'est tout. On peut prouver l'existence de quelque chose, mais l'inexistence de quelque chose, comment tu vas prouver quelque chose qui n'existe pas? Bah si, puisque bah si, parce que plusieurs personnes peuvent te prouver l'existence. Et Oui, puisque l'existence, cette mais existence-là, l'inexistence, ce n'est pas elle t'a pareil. été Hein. prouvée, Ce n'est pas pareil. prouve-la, prouve-la, Bah, prouve-la, on prouve t'écoute. l'existence alors. Ah, tu vas nous prouver l'existence de Dieu, c'est ça? Bah, il y a plein de gens qui vous l'ont déjà expliqué, non? Attends, 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 s'il te plaît, parce que c'est très important, je t'assure. Ouais. Je te remercie d'être venu Je t'en et prie, pas de soucis. de nous accorder la primauté, parce que ce que tu vas nous annoncer, ça va être diffusé à l'échelle mondiale, dans toutes les télévisions. Non, non, sérieux, sérieux. Donc, Vous merci, savez, merci les beaucoup. Partagez, 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 s'il vous plaît. Il faut que le plus de monde sache que nous avons la perle rare qui va nous prouver l'existence de Dieu. Je vous assure que c'est très important. Fermez tout. Faites sortir les enfants. Fermez les portes. Screenez, abonnez-vous. Enregistrez. Allez, on t'écoute Abonnez-vous à moi pleinement. surtout. Ouais. Oui. Bah, l'existence de Dieu, elle vous a déjà été prouvée plusieurs fois. C'est juste que vous l'avez On renié, oublie, on oublie. On est Moi, je suis bête, on est personne pour con. vous prouver exactement, genre, avec des termes précis. Vous savez très bien que Dieu existe. Tu vois? C'est ça ta réponse, C'est pas règlement. une réponse en soi, mais vous savez très bien que Dieu existe. Enfin, c'est le maître des cieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah non, 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 on le sait Tu pas. nous as foutu la honte. Aigle Noir, tu nous Regarde, as regarde. foutu la honte, démarre. Tu nous as foutu la honte. Tu Tu es nous le as maillon foutu la faible. honte. Au Nous, revoir. on a invité les médias, nous, on a l'existence de Dieu. Et après, vous savez très Non, bien. laisse-moi faire mon dialogue, c'est impossible de prouver l'inexistence d'un truc. Un truc qui n'existe pas, tu vas prouver l'inexistence d'un truc. C'est, je sais pas, erreur 404. C'est pas possible. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Mais par contre, prouver, trop long, prouver, le oui, mais comment? Non, non, elle est prouvée, ou là, on va attendre qu'elle. Non, mais c'est pas. Bonjour, Rachid. Bonjour, Ça va? Alhamdulillah. Ça va? Ça va? Alhamdulillah. Qu'est-ce que c'est le موضوع ده كنقول لك تو سويت باش تشرب قهوة ولا تشرب قهوة ولا بدون أتاي إطالة لا فيريتي هل يجوز الزواج بالقلل بالقلل بونجور موضوع الشباب بونجور سمعنا انا لا فيريتي قال لي مهدي عنده صندرية Est-ce que c'est un scoop, la vérité? On invite N'allez-vous comme vous faites honte, Ah, n'allez-vous c'est comme tout. n'allez-vous C'est comme gentil, n'allez-vous honte, Stella. Rasa comme vous, purée, vous faites honte. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes encore dans les réseaux. On devrait vous bannir, hein? Vous faites honte. Bien sûr qu'on croit en Dieu. Et alhamdoulilah, Dieu vous a égaré à vous. Il vous a égaré, hein? L'enculé. Il a fait L'enculé, ça. c'est toi Donc c'est l'enculé. lui, hein. C'est C'est lui, toi c'est sa faute. l'enculé. Tu verras le jour du jugement. Je te le dirai en face. قابو دينتي والجوجمون تاعك راح يتربينا ادينا ربكم نحلو في النهار اللي عرفنا الرب تاعكم. La vérité de mes couilles, ouais. La vérité, elle vient, elle insulte les gens. Elle vient, elle insulte les gens. La masse, Là, la masse normal. sera dit. Pas de faire, va t'éduquer d'abord, va t'éduquer. Elle a été gentille, elle nous a dit n'alboukoum, parce qu'elle nous a pas dit un hijack. Nous a dit pas que n'alboukoum. Je lui permets pas, mais je lui Patrick, permets c'est pas. Pas normal que vous soyez dans les réseaux encore. Non, non. وكان يحاجتنا يخرجتنا من لي ريزو اسمع لو بلو ميرفيو سي كو نهار القيامه هي حتلاقى مع جيلو وحتقولها له اون فاس تاع شغل شغل هي انا كو صافي نهار القيامه سي كو سي كو سي جيلو كو سي مير نو سي على ليزمون جيلو اسكو لي نورمال هادي اسكو لي نورمال اي روح وي وي لي نورمال وي وي لي نورمال جيلو لي نورمال هادي لا نورماليتي دي مود مسلم لا نورماليتي تاع الاسلام وي لي نورمال اللي ميم جونتي كاع اللي ميم جونتي نورمال لو كان شوف لو كان واحد الكونتكست في اون اوروبا سي كلكان كونتست سا ريليجيون ا ايل va dire c'est pas normal
Nous avons ici en France la liberté de culte, on a le droit de croire à tout ce qu'on veut, croire ou ne pas croire. Ok, elle voit des gens. C'est de l'islamophobie, c'est de l'islamophobie. Voilà, c'est ça. Quand elle voit des gens, Mme Nouch, elle vient nous insulter, ya Rabbak. Mme Nouch, elle a dit, Rabbi, tu es au dîner, elle est au dîner. Mais tu es au dîner, tu es au dîner. Ou Mohamed, ou le Malika, ou Jibril, gars. والملائكة أجمعين. قال ما قصدك؟ سنسون با دي فاسون. روح تناقش. مانيش نهضر عليك أنا. وين نعرف رب هذا بيري كذا؟ ما نعرفهاش. كيفاش تجي تسب لنا لو موك دو ريسبي هكذا؟ إيه نو مناسي أون بليس. نو سي نعرفوا نسبوا درك كندا نطيح ربكم كاع. نفس التطيح نطيحوا. جو بو شوي كابابل. تطيح حاجة قط قط. بيناز درك علمنا طيحت ولا تطيح لكم. سي رابورتي دو تو الموند. مي ديسكوتي. أعطي البوينت فيو تاعك، أعطي رأيك. سا سي نوتر بير دو مونش. فوالا. إي أتونسيون بالك وتقولوا أوني انتيميدي، أنفا موا نهضر رأي، أنا شو با انتيميدي. أنا جو فو بي سالاري، فرانشمون، ما على باليش بربكم بدينكم بلي مينونس تاعكم، ما على باليش بيكم أنا. ما على باليش، أنا من 2009 وأنا بلي مينونس تاعكم هادو. أونفا. بون. ايا خلاص خليونا نروحوا عندي شغل درك هذيك ميرسي بوكو كرهت نو جامي جامي عشا سوار في الليل في الليل نعاودوا لها ايا خلاص ربي يحفظك خويا جيلو ربي يحفظك ان شاء الله جوست انا جو فولي دير حاجه في بلاص بونيز سي كو جو بونس كو بونيز راه يطيح دوبوي تري تري لونتون ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون اقوالهم exactement en silence tu vois la différence ma bin citron ou la dire la vérité là la différence là 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 citron c'est une âme noble c'est quelqu'un d'exceptionnel كاين حاجة برك يفوك تستعرف بليك والديها هما اللي رباوها ماشي القرآن هذا ما كان تو ماشي الله ماشي الله الله لا علاقة سي فري سينو Sinon, on l'apprécie beaucoup, effectivement. Ok, merci. Désolé pour ceux qui ne sont pas montés. Bad, bad, bad. Bye. 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 B